الأعزاء الإخوة من الجامعات المختلفة، الأستاذ الدكتور طارق أوكاشا، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب جامعة عين شمس، ومعانا الأستاذ الدكتورة حنان الشناوي، أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور هاني حامد، أستاذ الطب النفسي في جامعة بني سويف، وأنا محمد نصر، أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة. التوبيك بتاع الويبينار بتاعنا النهاردة هو covering psychiatry، ومختارين موضوع له علاقة بالother specialties والbranches بتاعة الميديسن اللي هو unexplained somatic complaints. الموضوع ده هناخده من different perspectives، وهيبتدي معانا الأستاذ الدكتور طارق أوكاشا، الماسك الدبريشن أو الدبريشن بالsomatic complaints. تفضل أستاذ الدكتور طارق. شكرا أستاذ دكتور محمد نصر. أولا بتوجه بالشكر لنقابة الأطباء، وتوجه بالشكر أيضا للأستاذة الدكتورة رانيا العسوي أنها عملت شغل كبير عشان نقدر نوصل اللي احنا فيه في الوقت الحالي. وأتمنى بس أن الهوست يعمل يديني فرصة أن أنا أعمل شيرينج للسكرين بتاعتي، لأن هي في الوقت الحالي الهوست عمل ديسابلينج عشان أقدر أبتدي المحاضرة بتاعتي. زي ما تفضل الأستاذ الدكتور محمد نصر، مفروض ان احنا ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الـ Unexplained Somatic Symptoms. الـ Unexplained Somatic Symptoms معناها الأعراض الجسدية اللي هي بتيجي إنما المصدر بتاعها مبقاش مفهوم قوي. كتير من حضراتكم بيواجه مرضى بيجي بيشتكوا من شكاوي عضوية، بنعمل الـ Investigations وكل حاجة بتطلع free. فهنا we're facing a very big problem. A patient is complaining of a physical symptom. On examination and on investigation, there is nothing that can be detected or no abnormality detected, which lead us to say one of two things. يا اما نقول للمريض ما فيكش حاجة، يا اما نقول له احنا مش عارفين مالك. الـ unexplained somatic symptoms دي ما هياش unexplained. الهدف من الويبينار بتاع النهاردة انها في الاخر تبقى explained بدل ما هي unexplained. اسمحيني في الاول اقول لكم اهميه ان احنا نتكلم عن السايكاتري للاطباء عامه، اللي هو النون سايكاتريس والمجتمع اتلارج. كل الشغل في العالم معمول وجدوا ان من كل 100 مواطن 30 منهم 30% are suffering from a mental problem that needs attention. 20% will seek help عند traditional healers او عند general practitioners اللي هم النون سايكاتريست. يعني في 10% are suffering, they do not know that they are suffering, will continue to suffer, and they will just drop out. Out of these 20%, 10% will be recognized by the GP to be a psychiatric case, and 10% will be misdiagnosed. 2.3% will be referred to a psychiatrist, and only 0.5% will need inpatient treatment. There are two important messages here. The first message, لو اي حد ريسبونسبل في وزاره الصحه وجم قالوا لك احنا عايزين نفتح كل محافظه من محافظات مصر مستشفى للطب النفسي تاخد 3000 عيان، ده خطا كبير، لان 0.5% بس من المرضى بتوع السايكاتري اللي بيحتاجوا هوسبيتاليزيشن، فيفضل يبقى عندنا عياده خارجيه في مستشفى عام. الحاجه الثانيه، it is important to understand that 99.5% of all psychiatric cases are treated on an outpatient basis and only 0.5% are treated on an inpatient basis. If we look at pharaonic Egypt, we will discover that there was no discrimination between the psyche and the soma, because ancient Egyptians believed that the psyche, our nafs, and all psychiatric disorders, وكل الأمراض النفسية موجودة في القلب. فما كانش فيه تفرقة ما بين النفس والجسد، ومن هنا ما كانش فيه ستيجما. كان كل الأمراض اللي احنا بنتكلم عنها في الطب النفسي موجودة في either الهارت بابيرس اللي اسمها إبرس بابيرس، أو اليوتراين بابيرس اللي اسمها كاهونس بابيرس. وكان وصفهم للأمراض كلها عنها تقلبات وأمراض بتحصل في القلب. بالتالي all psychiatric patients were treated like physical patients in the sleep temples that are found around Egypt during that time. Another important thing regarding the first mental hospitals in the world, we'll find that the first mental hospital in the world was built in Baghdad in the year 705 AD, followed by Cairo in the year 800, then Damascus and Aleppo in the year 1270,
Then in Seville, Spain, when the Arabs went to Spain in 1409, and from there to the rest of Europe. And in Egypt during the 14th century, there's a hospital called Talaun Hospital, which exists up today. And this hospital now is a hospital for ophthalmology. We will find that this was the first hospital in the world in the 14th century to have four separate sections, one for surgery, one for medicine, one for ophthalmology, and one for mental illness, which shows that this was the first psychiatric ward in a general hospital. Are neuropsychiatric disorders important? The answer is yes, because one in four people will suffer from a mental or a neurological disorder at some point during their lifetime. And it is important that people are aware of that, even the doctors themselves. If you look at the work published by the World Health Organization, these are the non-communicable diseases. We will find that written here in blue are the neuropsychiatric disorders. 27% are burden caused by neuropsychiatric disorders. If you compare it to cancer, 11%, endocrine, 1%, at the bottom, cardiovascular diseases, 21%, sensory organ impairment, 12%, we'll find that neuropsychiatric disorders cause the most global burden. And out of all the psychiatric disorders, number one is depression itself. Also, the disability adjusted for life years, we'll find that in the year 2004, if you look on the left side, the number one cause of disability was lower respiratory infections and diarrheal diseases. If you look on the right side, by the year 2030, the causes of disability adjusted for life years will number one be depression, number two will be ischemic heart disease. One in every seven people will experience a depressive episode during their lifetime. That means it is quite a common disorder. Depression is 8 times more frequent than schizophrenia and 16 times more frequent than Parkinson's disease. According to the WHO, one person dies every 40 seconds. That means we have approximately 1 million people who commit suicide and 10 to 20 million attempt suicide around the world. 70% of these suicides are secondary to depression. That's why it's essential for us to properly diagnose depression, to properly treat depression in order to save our patients. But depression is like the iceberg phenomenon. The top of the iceberg, which is the smaller portion, is seen by psychiatrists. However, the bigger part is seen by non-psychiatrists, whether general practitioners, primary care practice, or all different branches of medicine itself. It is important that all branches of medicine understand something, and that is the prevalence of depression is present in many disorders. For example, in the general population, it is approximately 6%. So if Egypt is 100 million population, we have 6 million people in Egypt suffering from depressive disorder. Anyone with a chronic illness which is not controlled, diabetes, hypertension, renal failure, liver failure, whatever it is, 10% of them are suffering from depression. Hospitalized patients are 33%. Geriatric inpatients, 36, cancer outpatients, 33, cancer inpatients, 42, even patients suffering from cerebrovascular stroke, nearly 50% of them are suffering from depression. Regarding the myocardial infarction, nearly 45% suffer from depression. And in Parkinson's disease, up to 40%. That is to say that people who are suffering from depression are not just people who are going to psychiatrists, but they are everywhere. Depression is not a disease or a disorder that occurs in the brain on its own, but it occurs in the brain and it affects all the body. So we want to understand today that properly diagnosing depression, properly treating depression, not only improves the depression of the patient, but protects the patient from suffering from other physical disorders. We all remember as medical students when we used to study disorders such as peptic ulcer, bronchial asthma, rheumatoid arthritis, we used to have one of the causes, psychological factors. But we never concentrated what was this psychological factor. It seems that this psychological factor is a predisposing factor to suffering from
physical disorder from depression. In cases of depression and anxiety, it has been proven that acute stress causes activation of the sympathetic system, and it leads to reduction of the vagal tone, which is protective for the heart, impairment of the endothelial function, endothelial injury leading to thrombosis, increased platelet aggregation and adhesion, and hemoconcentration. As you all know, these are all predisposing factors for suffering from ischemic heart disease and heart attacks. Even chronic stress causes the same thing, but added to them are ovarian dysfunction and increased level of cortisol, which I'll talk about in a moment. People with myocardial infarction, they have found that after an episode of major depression, that means if a patient هيجيله نوبة اكتئاب ومش هيتعالج كويس, احتمال ان يجيله myocardial infarction 5 مرات عن اللي ما جالوش الدبريشن. حتى اللي جاله subsyndromal depression عنده 2 فرصة ان هو يجيله myocardial infarction اكتر من الشخص اللي ما جاله. فمعنى كده نقدر نقول من الناحية العلمية ان البيشنت اللي بيجي له اكتئاب ولا يتم تشخيصه ولا يتم علاجه, فانا بعرضه ان 5 مرات الفرصة اكتر ان هو يجي له myocardial infarction. وجدوا ان 6 months after myocardial infarction mortality rate كانت 17% in patients with depression و 3% في patients without depression. When 12 months after a coronary bypass, those with depression, الجراحة ما نجحتش قوي, وكان عندهم higher incidence of إن هو عندهم angina, heart failure, myocardial infarction, أو حتى إن يعيدوا surgery مرة تانية. لدرجة إنهم قالوا إن major depression is a significant risk factor for the development of coronary artery disease and stroke. فهنا احنا لما بنتكلم ان احنا نشخص الاكتئاب ازاي ونتعامل مع الاكتئاب ازاي, احنا مش بنعالج مرض الاكتئاب لوحده, احنا بنعالج مرض الاكتئاب اللي ممكن يكون مصاحب للحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول كلها, الجرياتريك بيشنتس والكانسر بيشنتس والكرونيك ايل بيشنتس وما الى ذلك, وفي نفس الوقت بنحمي المريض من يجي له مايكارديال انفاركشن. ولو بصينا حتى على البروجنوزز اوف كرونيك نون كاردياك تشست بين, البيشنتس اللي عندهم chest pain وعمالين يلفوا على الدكاترة, وجدوا ان اكتر من 50% منهم عندهم persistent complaints بقالهم 2 سنين. 50% منهم بياخدوا cardiac medication وهم مش محتاجينه. 100% منهم عندهم impairment في daily activities بانهم ممكن يمارسوا حياتهم عادي. 50% طلعوا معاش مبكر بدون داعي, وان مازال التعب بتاعهم موجود, وان التعب بتاعهم ده اكتر من الناس اللي فعلا عندهم coronary artery disease. لما اتكلمنا ان الدبريشن احد المشاكل بتاعته في الاكيوت ستريس والكرونيك ستريس بيزود الكورتيزول, هنا بنشوف ان اي سيده جالها قبل كده دبريشن وما تعالجتش كويس, الكورتيزول ليفل اللي عالي during الدبريشن بيخليها عرضه اكتر لما تكبر وتعدي سن الستين ان يبقى عندها 10% increased hip fracture واكثر من 40% over 10 year period, لان البون مينرال density يكون اقل بسبب الاليفيتد كورتيزول ليفل اللي حصل. زي ما الاستاذ الدكتور محمد نصر تفضل في الاول, عنوان المحاضرات دي كلها unexplained somatic symptoms. ده حضراتكم تشوفها بعادة الخارجيه, تلاقي واحده ست دخلت عند حضراتكم في العياده وتقول لك انا عندي 40 سنه متجوزه, عندي 3 عيال, عندي صداع وعندي شويه دوخه, عندي جفاف في الحلق, ظهري بيوجعني, صدري كاتم عليا, مش عارف اخد نفسي, طعم بقي غريب, بطني مكركبه عماله تعمل اصوات, ساعات اسهال ساعات امساك, ظهري شدد عليا, بينزل يسمع على ركبي, مش قادر امشي بسهوله, نومي وحش ومش عارف اشوف شغل البيت. طبعا انت عمال تكتب الكومبليت لغايه الصفحه انتهت خلاص, بس لما نيجي نقول كل السوماتيك سيمتومز دول كلهم هل نقدر نربطها بسيمتوم او سيستم, يعني نقدر نقول ان كل السيمتومز دي ريليتد للكارديوفاسكولار سيستم او السي ان اس او للاوتونوميك نيرفس سيستم او للتشست او للرينال؟ لا, لما يكون الاعراض متفرقه بالطريقه دي ده اللي يخلينا دايما نفكر في السايكولوجيكال كوز. فساعات بيسموها unexplained somatic symptoms, ساعات بيسموها body distress disorder. يعني ايه body distress؟ يعني البودي بيقول انا تعبان لان المخ تعبان, فحضرتك تيجي تكشف على القلب
تعمل اي سي جي، تعمل قسطره، تيجي تعمله بالمونري فانكشن تيست، تيجي تعمله الاندوسكوبي، تعمله كل الحاجات دي مش هتلاقوا اي حاجه، والعيان عمال يشتكي نفس الشكوى. هنا بقى لازم نبتدي نفكر ندور في حاجات ثانيه. فايه الديفرنشال دايجنوزز اللي ممكن يكون موجود في الانكسبلين سوماتيك سيمبتومز؟ عندنا اول حاجه لازم نفكر فيها الانكزايتي، وهتتكلم فيها الاستاذ دكتور حنان الشناوي. عندنا البانيك وهيتكلم فيه الاستاذ دكتور محمد نصر. عندنا الديبريشن هتكلم عنده دلوقتي، وفي عندنا السوماتوفورم ديس اوردر هيتكلم عنه الاستاذ دكتور هاني حامد، وعندنا برضو النيوروسينيا والسكند سايكوتيك والمالينجرينج، بس احنا ركزنا على اهم اربعه. قبل ما نتكلم على الديبريشن عايزين نحط مع بعض تصور ايه سبب المنتال ديس اوردرز والديبريشن از اكزامبل. هل الديبريشن معناه ان الانسان حزين؟ Depression does not mean that someone is sad. الحزن والأسى ده حاجة طبيعية بتحصل في حياتنا كلنا. بنسميها بالإنجليزي grief و bereavement. Sadness. إنما depression ده مرض. ومرض مش معناها إن حد عنده مشاكل. ده مرض بيصيب المخ وبيؤدي إلى تغير في حاجتين. في النسيج بتاع المخ الـ anatomy of the brain، وفي كمية المخ neurotransmitters of the brain زي ما هنشوف دلوقتي، وفي interplay ما بين الانفايرمنت والجينز اللي بتبقى موجودة عندنا. ففكرة ان كلمة depression حد متضايق it is not true. حضراتكم لازم تبقوا عارفين ان the most painful medical disorder in the world is depression. Fracture neck of femur, otitis interna, otitis media, abscess موجود في التوث، كانسر، كل الأوجاع اللي موجودة دي المريض بيستحملها وتهون عليه وبيحاول ياخد علاج. المرض الوحيد ان البين is so severe ان خلاص المريض فقط لغير هو الانتحار هو الاكتئاب. فده يورينا severity and the pain that occurs with depression. فالدبريشن يدعو بالجيناتكس، يدعو بالانفايرمنت، يدعو بحاجات اناتوميكال ونيوروترانسميتر هنجيب سيرتها دلوقتي، ليها دعوه بالتربيه بتاعتنا والستريسرز اللي بنمر بيها في حياتنا من الصغر الى الكبر. عندنا في البرين حاجه اسمها structural plasticity وsynaptic plasticity. السينابتيك plasticity بتحصل الشينجز اللي موجوده على النيوروترانسميترز، بس structural موجوده في البرين. زي ما حضراتكم شايفين هنا all these structures in the brain are responsible for different symptoms in depression. That is to say, depression is not something that is someone who is unhappy and if he goes to the cinema or goes to watch a football match, he will be better. Depression is an incapacitating disorder. If a doctor has cancer, he can still go and work. But if you add depression to the cancer, he cannot work. If a doctor is undergoing renal dialysis, he can still go to work. But if you add depression, he will not go to work. So the depression itself drains the pleasure of life out of the patient. It is not just sadness or being unhappy. So we have all these different areas that are implicated. We will concentrate on three areas: the hippocampus, the prefrontal cortex, and the amygdala. As you can see, that during an episode of depression, we will find that the size of the hippocampus decreases, the size of the prefrontal cortex and the volume decreases, and the amygdala also has some changes that occur. Which is very, very interesting is the size, that is to say, when you have depression, which is the disorder, not the depression that someone's unhappy, there is actual anatomical changes and there is actual neurotransmitter changes that occur in the brain. There are four main components that occur in depression that we should look for when we see the patient. First thing is something which is related to the mood and affect of the patient. We will find that patients with depression have some of these symptoms. Sadness, which appears on their face, decrease the activity. They take a long time to answer your questions and answer very slowly. They have lost their motivation to do anything in their life. They have a sense of emptiness. They don't care about anything very much, apathy. They might have anxiety symptoms or irritability
or anger. This is the other form. That is to say that they are coming with a change that has occurred in their mood and affect. More importantly is their thought and cognition. They will start complaining about concentration. If it is a student who is studying, he's unable to study as before. A doctor cannot work as used to do before. In a bank, they can't work as before. The patients start to suffer from indecisiveness, even small things. Where shall I park the car? What is going to be for lunch today? All these simple tasks, the patient is very indecisive about. There is loss of confidence. There is decreased self-esteem. There is inappropriate guilt. There is helplessness, hopelessness, and pessimism. And this is where the patient starts to think about, is life worth living? Should I continue in life? Regarding the psychomotor activity, the majority of patients, nearly 85%, have retardation, which is slowness of everything. A few might have agitation. The fourth and the most important thing, and 50 to 70% of patients present with these symptoms, and that is why they go to the general practitioner before the psychiatrist, is what we call somatic manifestations, أعراض جسدية. ساعات احنا بنسميه ده masked depression, الاكتئاب المقنع. ساعات بيسموه smiling depression, الاكتئاب الباسم. لانك لما بتشوف البيشنت ما فيهوش حاجه في وشه, بس الشكاوي كلها شكاوي عضويه. يجي يشتكي لك بصعوبه في النوم ومشاكل انسوميا, بس الانسوميا بتاع الدبريشن از فيري كاركترستيك, اسمها early morning waking. يعني المريض يخش ينام الساعه 12 ينام, يصحى 3 الصبح ما يعرفش ينام تاني. البيشنت الويت بتاعه بيبتدي يقل, لان الابيتايت بتبتدي تقل, السكشوال درايف بيقل, يبتدي يجيله أوجاع جسدية, أوجاع في الجسم كله, حاسس بضغط على إيديه, ضغط على المفاصل, حاسس إنه بردان, تقل في إيديه, تقل في رجليه, وشكاوي غريبة, دماغي خفيفة, حاسس دماغي مش مظبوطة, دماغي مش موزونة عليا, حاسس إن تحكمي في نفسي مش زي الأول, يحس إنه هو تايرد على طول, فتيجد على طول, مفيش إنرجي خالص, مفيش طاقة نعمل حاجة. وهنا بقى تبتدي الشكاوي كثيره, خاصه شكاوي ليها دعوه بالكارديوفاسكولار سيستم والجي اي تي, صعوبه في الاكل, نوزيا, فوميتنج, دايريا, بوربورج ماي, كونستيبيشن, بالبيتيشنز, تاكيكارديا, تشست تايتنس, الصدر الشمال يقول لك الحته دي وجعاني, انا عندي القلب. This is not true. الوجع اللي هو جاي بيه ده من الدبريشن والانكزايتي, ما هو الا كونتراكشن في الانتركوستال ماسلز, هو ده اللي عامل البين اللي البيشنت حاسس بيه في الشست. عشان كده حضرتك لما بتسمع الهارت وتعمل الاي سي جي تلاقي مفيش حاجه, تقول له والله العظيم ما فيك حاجه, وهو يقول لك والله العظيم صدري طابق عليا. ما حدش فيكم غلطان, انتوا الاثنين صح, هو مفيش حاجه في القلب فعلا, هو تعبان فعلا, بس السبب جاي من المكان اللي هو البرين اللي بيتحكم في كل حاجه في الجسم, لأن كل psychiatric disorders المصدر بتاعها هو البرين. But the commonest presentation of depression in many countries in Africa, the Middle East, South America, Southeast Asia, عشان التعليم يكون أقل شوية, فالقدرة عن التعبير باللفظ بتبقى أقل, فبيكون التعبير عادة تعبير عن طريق الجسد. The main presentation of depression is not sad faces. يعني المكتئب مش هو اللي قاعد بيعيط. الاكتئاب عبارة عن الماسك ديبريشن اللي احنا اتكلمنا عليه, فاتيج وبور كونسنتريشن. فياريت كل الافلام العربي القديمة الاسود والابيض اللي اتفرجنا عليها, ان الانسان المكتئب يبقى الممثل احمد رمزي قاعد على البار ماسك كاس وعبد الحليم بيغني في قفاه وبيعيط, ده صورة خاطئة تماما. الصورة الحقيقية للمريض المكتئب مش واحد قاعد يجي يعيط قدامك, لا, ده جايب اعراض جسدية مختلفة, جاي فاتيج وجاي lack of concentration. عشان كده differential diagnosis بتاعه عبارة عن ايه؟ كتاب امراض البطنة كله على بعض. في بعض الناس وجدوا ان في بعض الاسئلة او معنى صح سؤالين لو تسألوا ممكن يخليك تبتدي تسأل على بقية السيمتومز اللي احنا اتكلمنا فيها. لازم نسأل للمريض, in the past month have you felt down, depressed or hopeless؟ يعني خلال الشهر اللي فات هل حسيت ان مزاجك وحش؟
ان مفيش فايدة، مفيش امل، مفيش مستقبل، ياريت كلكم ما تقولوش بس عشان نخش في مشاكل كتيرة. السؤال الثاني: in the past month have you had little pleasure or interest in doing things؟ بمعنى الحاجات اللي كانت بتبسطك قبل كده دلوقتي بتبسطك زي زمان؟ كنت بتحب تتفرج على افلام، تحب تتفرج على ماتشات كوره، لما في ماتش شغال دلوقتي بتقعد زي زمان ولا يبقى الماتش شغال وانت مالكش تتفرج عليه؟ لو لقينا الاجابه للسؤالين دول it is very important ان احنا نكمل على بقيه الاسئله عشان نوصل لدايجنوزز اوف ديبرشن. طب احنا فهمنا اهميه ان احنا نشخص الديبرشن عشان نقدر ان احنا نعمل ايه، عشان نقدر ان احنا نشخصه ونعالجه عشان الاعراض الجسديه او الامراض الجسديه اللي قد تنتج عن الديبرشن. بس الديبرشن نفسه لو جالك الفيرست ابيزود وعالجته ده حاجه كويسه جدا، ما عالجتوش في 50% احتمال يجي لك النوبه الثانيه. طب لو جات لك النوبه الثانيه وما عالجتهاش مظبوط، احتمال يجي لك النوبه الثالثه 70%. طب لو جات لك النوبه الثالثه فوق 90% هيجي لك النوبه الرابعه. فمعنى كده لما حد يلاقي بيشنت عنده ديبرشن وشخص ديبرشن يو شود ستارت تريتمنت immediately وتمشي على العلاج في الفتره الكافيه والمده الكافيه بالدوز الكافيه عشان نقدر نجيب النتيجه المطلوبه. ايه اللي بيخلي يبقى فيه صعوبات عشان حضراتكم اللي هم النون سايكاتريست يشخصوا ديبرشن؟ اول حاجه الستيجما، الستيجما اللي هي ان المريض خايف يتكلم عن مزاجه وحضرتك او حضرتك خايفه تساليه عشان ما يقولكيش انت فاكراني مجنون ولا ايه. فلازم تاني نفهم ان مهم نسال عليها وان الستيجما دي حاجه وي هاف تو كومبات، لان المرض النفسي مش وصمه، ده مرض موجود في المخ سببه تغير في كيمياء المخ وسببه تغير في نسيج المخ. الحاجه الثانيه الماسك ديبرشن اللي احنا اتكلمنا عليه، واحد عنده دايابيتس وعنده ديبرشن وجاي يشتكي بفاتيك لو انرجي ايريتابيليتي بور كونسنتريشن، ده هايبوغلاسيميا ولا ديبرشن؟ واحد جاي بيشتكي انه عصبي بيتنرفز بسهوله قلبه بيدق بسرعه مش عارف ياخد قرار بيعلق وبيعرق وفي رعشه في ايديه، ده ثيروتوكسيكوزيس ولا انكزايتي؟ وهكذا. واحد رائد في الرعايه المركزه عنده فاتيك تعبان مش قادر يتحرك دماغه خفيفه قلبه بيدق بسرعه، هل ده ديبرشن ولا ديجيتالس توكسيسيتي؟ كل الحاجات دي لازم تتحط في الاعتبار. That's why mask depression is one of the challenges اللي بتواجهنا. كومورد ميديكال illnesses زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، تاسيت كولوجن اللي هو اتفاق خفي، انا عارف ان المريض مكتئب، المريض عارف ان هو مكتئب بس ما حدش فينا هيتكلم عشان نخلص الموضوع. التايم كونسترينتس، في بعض العيادات طبعا مضطرين نشوف ال 20 و30 عيان في ساعتين ثلاثه، مفيش وقت ان احنا ندور ورا الحاجات دي كلها. وزمان كان الانادكوت ميديكال اديوكيشن، بس اعتقد الحمد لله دلوقتي في جميع الجامعات المصريه في بيشنتس اسف الستودنتس كلهم في الاندر جراديويت بيدرسوا سايكاتري فبيتخرجين عندهم خلفيه على الموضوع. طب لما يجي لك بيشنت عنده ديبرشن هتعمل له ايه؟ من ابسط الحاجات احنا عندنا ثلاث حاجات بنعملها: الفارماكوثيرابي العلاج الدوائي، السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي، والبرين سينكرونايزيشن تريتمنت اللي كانوا زمان بيسموه الكتريكال كونفولسيف ثيرابي اللي هو العلاج الكهربائي. سيبك من السايكوثيرابي والبرين سينكرونايزيشن تريتمنت اللي هيعملوها سايكاتريست، انما يو شود ستارت فارماكوثيرابي. لو البيشنت ما استجابش للعلاج اللي انت كتبته له او حصل اي مشكله ساعتها ممكن تعمل ريفيرال تو سايكاتريست. احنا عندنا الكلاسز بتاعت الانتي ديبريسنتس حضراتكم سمعتوا عنها كلها انا اسف. طبعا المجموعه اللي على الشمال معظم الناس بتحب تبعد عنها عشان السايد افكت بروفايل بتاعها، زي تراي سايكليك انتي ديبريسنتس، زي كلوميبرامين اللي هو الانافرانيل، الاميبرامين اللي هو التوفرانيل، والاميتريبتيلين اللي هو التريبتيزول، دول ليهم انتي كولينرجيك سايد افكتس، ليهم هيستامينرجيك سايد افكتس، وليهم الفا 1 ادرينرجيك سايد افكتس، فممكن تعملوا مشاكل بالنسبه للبيشنت خاصه لو عنده كونكومتنت فيزيكال ديس اوردرز. المونو امين اوكسيديز انهبيترز بطلوا يستخدموها عشان التشيز رياكشن والتيرامين رياكشن كانت بتحصل. في الوقت الحالي the commonest prescribed antidepressants by non-psychiatrists
هو مجموعة الـ SSRIs ومجموعة الـ SNRIs. الـ SSRIs اللي هو Selective Serotonin Reuptake Inhibitors زي الفلوكسيتين، سيرترالين، السيتالوبرام، الإيسيتالوبرام، الباروكسيتين، فلوفوكسامين، بورتوكسيتين، والـ SNRIs زي الفنلافاكسين والديلوكسيتين. مجموعة الأدوية دي are very safe سواء كان الـ SSRIs أو الـ SNRIs نحن نديها للعيان. They are safe عشان ثلاث حاجات. أول حاجة هو one tablet per day ومش محتاج dose titration. الحاجة الثانية drug-drug interaction is minimal. فممكن يبقى عندك عيان عنده 65 سنة عنده hypertension, diabetes, glaucoma, prostate enlargement وفي نفس الوقت كمان renal functions تحته عالية ومعه depression. هل ممكن نكتب علاجات؟ نعم ممكن نكتب علاجات من الـ SSRIs والـ SNRIs من غير ما يحصل drug-drug interaction. الـ SNRIs هما اللي بيشتغلوا على السيروتونين والنور إبنفرين يستخدموا أكتر في الـ patient لما يبقى فيه retardation محتاجين النور إبنفرين يزق شوية. الجزء اللي كلمت فيه في الأول خالص how long should the treatment last for؟ لو بصينا على الشمال خالص ده normal بعد كده يبتدي يحصل المرض بعد كده يبتدي الـ treatment يحصل response retreatment لغاية ما نوصل للـ remission نفسه أن يرجع للبيسلاين مرة تانية. العلاج ده بنسميه acute treatment. بعد كده احنا محتاجين فترة اسمها continuation treatment عشان الـ patient to recover. بعد كده محتاجين maintenance therapy. فمعنى كده لو أي حد فيكم جاله مريض وشخص أنه عنده اكتئاب وكتبت له على أحد الـ SSRIs أدام حطيته على روشتة حضرتك لازم يفضل موجود فترة لا تقل عن 9 شهور لسنة. هتيجي تقول لي أنا هخليه ماشي على SSRIs 9 شهور لسنة مش كتير؟ يعني هو الأنتي هايبرتنسيف هيمشي عليه قد إيه؟ والإنسولين هيمشي عليه قد إيه؟ والبيتا بلوكر هيمشي عليه قد إيه؟ وكل العلاجات اللي بتتاخد عشان الهارت وعشان الكدني وعشان اللنج والحاجات دي كلها بتتاخد قد إيه؟ البلافكس والاسبرين في السيريبر فاسكولار ستروك وفي الهارت بيتاخدوا قد ايه؟ اشمعنى جينا على الانتي ديبريسنت وبقى عيب وغلط وحرام انك تكتب اكتر من سنه؟ نو يو شود رايت ات فور 1 يير فور ذا بيشنت. لو في اول 6 أسابيع من بدايه العلاج البيشنت ما تحسنش ساعتها لازم تفكر جديا تعمل ريفيرال تو اسبيريت. انما 60% اوف ذا بيشنتس ويل ريسبوند تو ذا فيرست SSRI ذات يو رايت. الحاجة التانية المهمة عشان الاكتئاب هو السوشيال كابيتال. السوشيال كابيتال معناه ان احنا يبقى عندنا حاجات بنعملها خارج شغلنا والكلام ده موجه للاطباء مش للمرضى. لازم يبقى عندك رأس مال اجتماعي. حياتك ما تبقاش المستشفى والعيادة وبس. لازم عندك اصدقاء. لازم تتعامل مع الاسرة. لازم تتعامل مع جيران. لازم تتعاملك مع زمالك في الشغل. ولازم تتعامل مع المجتمع اللي انت بتنتمي اليه. ان ترابطك مع الحاجات دي كلها هو اللي بيعمل لك الجراوندينج بتاعك او يديك الارضيه بتاعتك ويديك احساس انك انت منتمي للمكان وحمايه ليك في نفس الوقت. In conclusion, inadequately treated depression may have a progressive course and result in structural changes in the brain. Establishing the unmet needs in the management of depression in terms of response, remission, tolerability, وان احنا لازم ندور على الريكفري بتاعت البيشنت مش بس ان البيشنت يتحسن. ريكفري معناها يرجع لشغله، يرجع لبيته، يرجع لمذاكرته، يرجع لممارسه حياته زي ما هي. It's very important. It is very important to choose an effective treatment first because failure to achieve remission may lead to frequent relapses زي ما اتفقنا وfailure في التريتمنت. فمعنى كده بليز لو لقيته مريض شاكين انه عنده اكتئاب اسألوا الأسئلة المفروض تسألوها عشان توصلوا للدياجنوزيس and please start the treatment. لما بتأجل العلاج وتسيب العيان يعاني فأنت بتخليه عرضة أن يجيله أمراض عضوية غير أن هو يفضل في الاكتئاب بتاعه. ولو فضل في الاكتئاب احتمال أن يجيله نوبة أخرى بالاكتئاب بتبقى عالية كمان. Properly diagnosing depression, properly treating depression is essential for a better quality of life for our patients. Thank you very much. وأسيب الفلور للمتحدث اللي بعدي.
ميرسي قوي يا دكتور طارق على الـ very comprehensive presentation of depression. Very very clear message. متهيألي هنخلي الأسئلة بعد الدكتورة حنان. يبقى حضرتك والدكتورة حنان ونعمل second session بعد كده اللي هي هيبقى الدكتور هاني وأنا. فتفضل الأستاذة الدكتورة حنان الشناوي للبرزنتيشن بتاعتها النهاردة اللي هي هتبقى generalized anxiety disorder. فضل يا دكتورة حنان. دكتورة حنان معانا؟ ايوه. واحب الاول اشكر النقابه العامه اللي هي بتقوم بالاكتيفيتي في صعوبه الوقت دي, واللي هي يبقى في education للجروبس الجديده اللي طالعه من الاطباء, ودي حاجه تساعدني ان انا اكون participant في كوكبه من psychiatrists, زمايلي واصدقائي واخواتي استاذ دكتور طارق عكاشة, استاذ دكتور محمد نصر, استاذ دكتور هاني حامد. أحب أشكر الدكتورة رانيا عاسوي على المجهود الكبير اللي هي عملته عشان تحاول ترتب الميتينج ده والمعاد ده. الحقيقة الدكتور طارق شال جزء كبير قوي من المهمة الصعبة, إن هو قدم حاجات كتيرة قوي من اللي ممكن نقولها في الانزايتي ديسوردرز, لأن من الحاجات المهمة جداً إن إحنا لازم نبقى عارفين إن almost نفس الباثولوجي ونفس الديسوردر اللي في الدبريشن بيأفكت مورفولوجيكلي أناتوميكلي and بايوكيميكال اللي هو بنقول عليه نيوروترانسميترز إلى انزايتي ديسوردرز, بلس إن كم العيانين اللي عندهم depression comorbid مع anxiety disorders بيوصل about 65 to 80%, واللي عندهم anxiety disorders بيبقى عندهم secondary depression, وصعب جدا ان نلاقي حد عنده depression without comorbid anxiety او ان عنده anxiety without comorbid depression. اسمحوا لي النهارده انا هتكلم على generalized anxiety disorder في العموم, وهنتكلم فيها بشكل مفصل على قد ما نقدر. الانزايتي ديس اوردر هي تشينج, وهو ميديكال كونديشن. هو زي ما بيشير السكرين ظهرت كده حضراتكم ظاهره, بس محتاجه تحطيها في سلايد شو. اوكي. ما هي بس انا بس بتاكد ان هي اوريدي ظهرت. اوكي. اوكي تمام تمام اوكي كده. تمام اوكي. الانزايتي ديس اوردر از ا ميديكال كونديشن. ميديكال كونديشن لانه زي ما الدكتور استاذ دكتور طارق كان اشار ان هو تشينج في المورفولوجيكال تشينجز والنيوروبيولوجيكال تشينجز وبايوكيميكال تشينجز موجوده في البرين, بتافكت ثلاث حاجات مينلي: ثوت ومود وبيهيفير, واز ا كونسيكونس بتافكت البودي بشكل سيمتومز موجوده فيه. الحقيقه الانزايتي ديس اوردر تعتبر من الحاجات الهايلي تريتبل, وبنقول ان جاست بس 1/3 اللي بيسافر من الانزايتي ديس اوردر هو اللي بيروح ويدور على ايه العلاج له. ورغم زي ما كان بيشير الدكتور طارق ان الدبريشن بيبقى موجود والعيانين سام تايمز بتروح تدور على عيادات الروماتيزم او عيادات البطنه للشكاوى اللي عندهم, فهو الدبريشن ده بيبقى كوموربيد مع انزايتي ديس اوردر. Anxiety is a pathological. ليه؟ لأن هي so intense, بتأفكت speech, movement, thought. هي unpredictable. دايما بتحصل in attacks في نوبات من الأنزايتي. يعني هو يبقى بيتحرك عادي بس بيجيله نوبات من الأنزايتي الشديدة جدا. هي كمان ما ينفعش نقول إن حد توتر لوقت معين إن هو عنده anxiety disorder, لكن لازم تقول إن هي بتpersist لوقت طويل متكرر بشكل يومي على مدار وقت طويل at least 6 شهور, وعشان كده بنقول إن هي لها chronic course, خصوصا لو ما حصلهاش أي نوع من أنواع ال intervention as a therapy. وده بينتج عنه ان بيحصل نوع من انواع lack of functioning, ان العيان بيفقد وظائف اجتماعيه في علاقاته الاجتماعيه, وظائف في شغله ان هو مش عارف ينزل شغله من الانزايتي, وظائف انه يؤدي ويبقى طموح, لان هو طول الوقت الانزايتي متحكمه في الديسيجن ميكنج بتاعه, وبيحاول يافويد طول الوقت البيهيفير اللي بيعمل نوع من انواع البروفوكينج للانزايتي.
في حاجات contributors زي ما أشار الدكتور طارق إن كان في عندنا هو جزء موجود neurobiological موجود بيأفكت ال neurotransmitters serotonin لها contributors للانزايتي الستريس اللايف اكسبيرينسز البرين كيمستري البيرسوناليتي الفيزيكال إلنسز وكل واحده من دول مع الوقت الطويل لما بني ادم يتعرض للستريس لفترات طويله او الستريس بتاعه يبقى فترات طويله فهو بيؤدي الى كورتيزول اللي بيأفكت الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس اللي هو بيأفكت النيورو ترانسميترز اللايف اكسبيرينس اللي نقصدها لايف اكسبيرينس اللي هي بتبقى فيها ثريتنينج لايف اكسبيرينس يعني اوقات حتى الايفري داي لايف اكسبيرينس وتلاقي العيانه تيجي تقول لك ان هي كل ما تتخانق مع جوزها يفتح الباب ويطردها فهي بقى بيجي لها طول الوقت انزايتي احسن يحصل حاجه وحشه احسن تبقى قلقانه فدايما بيبقى في تروماتيك اكسبيرينس في حياه الناس بتعمل الانست اوف اندس وبيخلي الانست اوف انزايتي بتاعتهم تبان التايب اوف بيرسوناليتي في تايبس اوف بيرسوناليتيز بتبقى مور افكتد بالانزايتي الناس اللي هي بتبقى مور ديبندنت الناس الهيستريونيك اكتر الناس اللي مور اوبسيسيف اكتر والتايب اوف بيرسوناليتي لها علاقه بالديفنس ميكانيزمز بتاعت الناس فبالتالي بتخليه هاو تو كوب مع الستريس والديفنس ميكانيزم بتاعه بتخليه مور برون انه يظهر عليه انزايتي ديس اوردر بس ده كمان لازم يكون عنده جيناتيك لود وده مهم جدا ان احنا الناس هو زي ما بيتقال كده في الطب عندنا اي حاجه سببها مرض يا وراثه يا بيئه لكن هو الحقيقه الانزايتي ديس اوردر الاثنين وراثه وبيئه استعداد جينات وهيريديتوري وبيئه اللي هو فيه ستريسرز او انفايرمنت او بيرسوناليتي او سيتويشنز او ميديكال كونديشنز الكرونيك ميديكال كونديشن في حد ذاته بيندوس انزايتي لانه هو بيبقى لوكينج فورورد ايه اللي هيحصل ايه اللي مش هيحصل هتحسن مش هتحسن sometimes في ميديكيشن بتبقى بريسكرايب بتندوس انزايتي سيمبتومز في ادويه اوقات بتعمل ديستربنس للفانكشننج العادي بتاع الناس فده بيزود لهم احساسهم بالانزايتي السبستنس ابيوز وناس كتيره بتبقى اصلا هي عندها انزايتي ديس اوردرز وبتدخل في سكه السبستنس كسلف ميديكيشن اتيتيود يعني اوقات يبتدي ياخد الكحول لانه يقول لك انا قعدت فتره كده لما باخد الكحول بحس ان الانزايتي بتاعتي بتتحسن او sometimes بتبقى السبستنس نفسها بتندوس زي مثلا الناس اللي بتاخد حشيش ممكن at a time ياخد حشيش ويندوس جواه panic attack او generalized anxiety disorder فلازم نبقى مدركين ان هو الانزايتي disorders include disorders يعني that share features related للbehavioral disturbances وهي لها علاقة بالفير والدستريس هو احنا كل البني ادمين ربنا سبحانه وتعالى خليهم عندهم احساس بالفير بس ايه الفرق بين الانزايتي والفير اللي بتخلينا بنحط ستابس لقدام وننظم حياتنا على اساسها وان قد ايه يبقى الانزايتي والفير دي تو انترفير مع حياتنا وتعطلها وتاثر على الفانكشننج بتاعنا الديلي على مستوى الاداء الوظيفي او الاجتماعي او العائلي او غيره الجروب بتاع الانزايتي ديسوردرز كبير جدا generalized anxiety disorder OCD obsessive compulsive disorder panic disorder post traumatic stress disorder social anxiety disorder والspecific phobias بس انا النهارده هتكلم عن generalized anxiety disorder لان it's one of the very common presentations اللي بتشوفها في العيادات وespecially في ال GP practitioners والعيادات البطنة لان الاعراض بتاعتها بيبقى فيها overlap مع somatic symptoms كتير ولو قلنا ان هي بتبقى نوع من انواع الكرونيك اكزاجيريتد واري يعني البني ادم ده عنده واري وقلق شديد جدا 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 زياده عن اللي المفروض يبقى في السيتويشن ده وبينترفير مع حياه الناس وبيبقى عنده uncontrollable worry يعني هو مش قادر يتحكم في نوع القلق بتاعه في الـ everyday thing يعني لو اعتبرنا ان الست بتبقى قاعدة في البيت فقاعدة قلقانة احسن الولاد الباص يفوتهم وبعد ما ينزلوا احسن الباص ياخدهم ويعمل حادثة احسن يحصل حاجة معهم في المدرسة وحد يتحرش بيهم او يضايقهم احسن وهم راجعين يحصل حاجة احسن الاكل يتحرق منه وطول الوقت عندهم exaggerated uncontrollable worry ممكن تبقى حاجات very very simple وما تستاهلش لكن هو بالنسبة له
له بيبقى بشكل pathological exaggerated جدا وبيعمل له secondary depression. secondary depression لانه هو حياته كلها حصل لها نوع من انواع dysfunctioning. انا مش عارف اتعامل, انا مش قادر استحمل الانزايتي بتاعتي, انا مش عارف انام, انا مش عارف اتعامل النورمال واري والجنرالز انزايتي ديس اوردر واري. النورمال واري ان هو عندنا سبيسيفيك ايفنت, امتحان, ورك لو ديدلاين, فاتوره هتدفع لها ديدلاين, عليا قسط مش عارف هدفعه ازاي, حاجه واضحه مخلياني قلقان, فهبتدي ارتب دماغي ازاي اضيع القلق بده ان انا اغطي الاسباب بتاعته. لكن الجنرايز انزايتي ديس اوردر ده كونستنت طول الوقت موجود, سواء عندي ستيمولنت لو ولا لا في لايف ايفنت, يعني uncontrolled بشكل بيقول عليه جبار ان العيان مش قادر يستحمله, بيلغي حياته الاجتماعيه من كتر ما هو وارد بالتفاصيل الصغيره اللي ريليتد لاي حاجه ما هياش حاجه واحده سبيسيفيك بيحاول يتحكم فيها. نورمال بيقدر يتحكم في افكاره بان هو يرتب حياته. نورمال بيقدر ينزل شغله ويرتب حياته واجتماعياته والobligations اللي عليه. لكن الشخص اللي عنده generalized anxiety disorder الحقيقه بيبقى very stressful وuncontrollable لدرجه ان هو مش بيعرف يرتب حياته والترتيب الاولويات بتاعته. risk factors بتبقى عندنا الفاميلي ممبرز, يوجوالي الترانزين فاميلي, يعني بنلاقي فاميلي هيستوري ان الاسره دي معظمها بيبقى عندهم انزايتي, في حد عنده او سي دي, في حد عنده بانيك اتاكس, هم بيبقى عندهم استعداد وراثي في الجينات, وده بيخلي النيوروكيميكال والنيوروترانسميترز افكتد مع اي ستريسر ان يظهر عليهم العيان. الانكريز ان ستريس ان السيتويشنز بتاعت حياتهم فيها ستريسز عاليه جدا وتعرضوا لستريسفول سيتويشن, اوقات بتبقى ايموشنال تروما, بتبقى ريليتد ان هم فقدوا حد, ان هم تعرضوا لموقف شديد, ان تعرضوا لخبره في حياتهم هزتهم عاطفيا ووجدانيا, حسيتهم بعدم احساس الامان. واوقات كمان بتبتدي من اصغر سن اصغر اللي هي في الاطفال اللي عندنا اللي بنقول عندهم انزايتي بيبقى زي سيبريشن انزايتي ديس اوردرز, ان الطفل ده يبتدي ايدنتيفاي بالام ان هي عندها مخاوف طول الوقت, فتيجي توديه المدرسه او الحضانه ما بيبقاش عايز يسيب الام لان هو باي ميرورينج بدا يتعلم من الام الانزايتي ديس اوردر ان هو يخاف يحضر في حته لوحده, انه خاف يعمل اكتيفيتي في وسط ناس, فالباي ليرنينج from the mother او ال figures اللي حواليه بيبتدي يلقط ويبقى عندنا anxiety disorder غير جزء الجيناتيك من سن بدري شوي. ال unemployment وال poverty من الحاجات اللي بتخلي الناس بتحس بالانزايتي لان هو مش عارف بكره بتاعه هيمشي ازاي, ودايما نلاقي الانزايتي ديس اوردر دي زي في فترات اللي هي بيحصل فيها الناس اللي بتشتغل في البورصه والبورصه وقعت, الناس اللي بتشتغل في التجاره والتجاره وقفت, الناس اللي بتشتغل في السياحه والسياحه وقفت, لان هو طول الوقت عنده احساس ان حياتي مش مستقره وانا مش فاهم هعمل اللي عليا ازاي, فباي تايم بيبقى عنده جنرالز انزايتي ديس اوردر لانه عدى في خبره او اثنين او ثلاثه كانت بالنسبه له life threatening. الدراج ابيوز من الحاجات اللي بيبقى كريسك فاكتور ممكن تظهر الانزايتي ديس اوردر, والميديكال كونديشن. لكن لازم نفرق الميديكال كونديشن اللي لها علاقه مثلا بالثايرويد, لان مثلا لو قلنا ان الناس اللي عندها ثايروتوكسكوزس بيبقى عندهم بالبيتيشن وبيبقى عندهم تاكيكارديا وبيبقى عندهم شورتنس اوف بريث وبيبقوا ريتبل طول الوقت, وي هاف تو تشيك الاول ان احنا ما عندناش ميديكال كونديشن هو اللي فيه اوفرلاب اوف سيمبتومز شبه الانزايتي, وتكون هي المتسببه في الانزايتي سيمبتومز, مش هي جاست فانكشنال انزايتي ديس اوردر نوت ان اورجانيك وان. signs of symptoms with symptoms of generalized anxiety disorder لازم نبقى عارفين ان هي فيها compartments كده, جزء منه emotional, الايموشنال قايم على ان في constant worries running through your head, يعني افكار طول الوقت وحاجات تقلق طول الوقت بتجري جوه دماغ الناس وهو مش قادر يوقف هذه المخاوف والافكار اللي بتجري طول الوقت, انه عنده طول الوقت قلق ما يقدرش يتحكم فيه
ولا يقدر يرتب افكاره ان دي الفكره دي لو جت انا هتحلها كذا فخلاص ما عنديش مشاكل اقلق منها. انتروسيف ثوتس يعني الافكار بتفرض نفسها عليه، هو بيبقى قاعد والفكره نفسها بتلح عليه، انا خايف حد يجرى له حاجه، انا خايف حد يحصل له حاجه وحشه وما الحقوش، او انا يحصل لنا حاجه وحشه وما حدش يلحقنا. فطول الوقت بتبقى عندهم افكار انتروسيف وانكنترولبل وهو مش قادر يلقى لها اي نوع من راشونال، وطول الوقت الفكره بتاعت what's going to happen in the future هي الفكره اللي قاعده تفكر. لو هو نايم في السرير وقاعد بيبص على السقف خايف السقف يقع على دماغه وهو قاعد يفكر، انا مش عارف انام من الانزايتي احسن السقف يقع على دماغي يفكر الفكره دي، لكن هي من كتر الانزايتي ممكن تبقى الافكار اصلا ملهاش اي ستيمولنت وبيجيبها هو نفسه. الجزء الثاني behavioral symptoms ان هو يبقى عنده inability to relax وto enjoy time and to be with yourself او مع others، وده اللي بيخليه طول الوقت مشدود، وده اللي بيخلي طول الوقت عندهم الاحساس بتاع muscular spasm ان هو مشدود وان هو طول الوقت جسمه وجعه ورقبته. وكتير قوي ناس مع يقولك اصلا عندي ضغط على الاعصاب، اصلا انا اعصاب الرقبه بتاعتي دايسه على اعصابي، اصلا انا مشدود، difficulty in concentrating and focusing on things. وتلاقيه طول الوقت بيقول لك اصل انا ما ببقاش مركز، اصل انا يعني لو راجل يقول لك انا بقعد في الشغل انا بعمل شغل بس انا مش فاكر انا عملت ايه بالظبط، انا بقرا الجورنال وعينيا بتقرا بس عينيا مخي ما لقطش اللي قريته، الست تقول لك انا حطيت الاكل وخرجت بس انا مش فاكره هو انا عملت ايه وخرجت ودخلت. فهو ما بيبقاش فيه نوع من الكونسنتريشن والفوكسنج من كتر الانزايتي، من كتر ما هم ديستراكتد بالوري بتاعهم، ان هم يحطوا حاجات وما يعرفوش اماكنها فين، كان بنقول مخنا مش بيعمل سيفنج للفكره لان هو قاعد ديستراكتد طول الوقت. وافويدنج سيتويشنز ذات ميك يو انكشس، يعني الناس كتيره تقول لك لا لا خلاص احنا مش هننزل مش هنروح مشوار احسن يحصل حاجه هنقعد في البيت. الفتره الاخيره مثلا ان عيانين بتوع الانزايتي كانت لما المدارس قفلت قالت الحمد لله عشان الاولاد ما يجيلهمش كورونا، فبدا يجي لهم انزايتي جوه البيت احسن يجي لهم كورونا، فيبقى خايفه تفتح الباب لحد، خايفه تنزل تعمل شوبينج احسن تجيب عدوى، فبدات تنقل الانزايتي في اتجاه تاني. فهي القصص طول الوقت كانها لوبس عماله تاخد العيان في اتجاه ان هو انكشس طول الوقت. وزي ما كان التايتل بتاع المحاضرات بيتكلم على unexplained physical symptoms، هم كمان بيبقى عندهم physical symptoms في generalized anxiety disorder، بيبقى طول الوقت feeling tense وعندهم muscle tightness وbody aches، بيبقى طول الوقت عمال يتكلم على الأوجاع في جسمه، إن رقبتي مشدودة، عضلاتي، ظهري وجعني، في حاجة كده حرقاني، في حرقان في جسمي، أنا جسمي حرقني، راسي حاسس إن هي هوا بتلق فيا، دماغي بتلق، حاسس بعدم الاتزان، أنا حاسس إن أنا هقع، أنت بتقع؟ لا ما بقعش بس عندي إحساس إن أنا هقع، وإن أنا روحت أنف وأذن ما قالولي ما فيش أي حاجة. فطول الوقت بيبقى feeling of tense ده باين عليهم في أعراض physical. بيبقى عندهم مشاكل في النوم، وعندهم مشاكل في النوم زي بتوع depression بالظبط بس بفكرة تانية، هو مش عارف ينام من كتر ما هو الأفكار عمالة تجري جوه دماغه كلها لا علاقة بالوري، قد إيه الصبح هيطلع السقف هيقع، الولاد هيجرى لهم حاجة، أنا هدفع الفواتير إزاي، أنا مش عارف مين هيجرى له إيه، أنا خايف أمي وأبويا يجرى لهم حاجة، فخايف من كل حاجة فمش عارف ينام من الأفكار. أو بيبقى عندهم هايبرسومنيا وبينام كتير جدا لأنه أنا مش عايز أواجه الدنيا من كتر ما أنا تعبت من الوري بتاعي، ويهرب بالنوم وتلاقيه يقولك أنا ببقى صاحي يعني أنا مغمض عيني ومش قادر أقوم من السرير بس سامع كل اللي حواليا في البيت بس مش قادر أقوم. feeling edgy وrestless وjumpy، هو طول الوقت بيفز زي ما بتقال كده، إذا التليفون ضرب يروح مفزز، جرس الباب ضرب يروح مفزز، إن حد ينده عليه حد يصحيه يروح مفزز. الفكرة بتاعت الستومك بروبلمز، النوزيا، داريا، الكونسبيشن، إنه مش قادر. كم من الناس اللي بتيجي تحكي لنا إن هي عندها قولون عصبي
او ان هي بتاخد كم ادويه للحرقان اللي بيجي لهم، واصل عملوا لي منظار كانوا فاكرينه ارتجاع وما طلعش ارتجاع، اصل انا قالوا لي ده ديجاز تكون قرحه وبعدين عملوا منظار ما طلعتش قرحه، اصل قالوا لي قانون عصبي وقعدت كل ادويه القانون العصبي. فكل الجي اي تي بتبقى افكتد بالانزايتي ديس اوردر. اوقات بتلاقيه ان هو يقول لك انا طول الوقت قاعد برجع مش عارف احط اكل في بقي، او ان انا طول الوقت بحاول اكل حاجه والاكل باكله بعد ما باكله بحس ان هو تقيل عليا ووقف في زوري، انا اللقمه واقفه في زوري، انا مش بعرف ابلع ريقي، فطول الوقت الفيزيكال سيمبتومز بتبقى موجوده. احنا كسايكايتس لما بنشخص احنا بنشخص بتولز حاجه اسمها دي اس ام 5 والاي سي دي 11. لو اتكلمنا على الدي اس ام 5 بيقول ان السيمبتومز بتاعتنا بتاعت الانزايتي والوري دي لازم تكون موجوده معظم الايام على مدار 6 شهور، وما ينفعش عشان يبقى مسبب. لكن لما ما بيبقاش عندنا مسببات والانزايتي تفضل مستمرة معظم الايام وعلى مدار شهور لغاية ما تعدي 6 شهور، احنا لازم نتأكد ان احنا عندنا انزايتي ديسوردر من اللي هو محتاج نوع من انواع الانترفنشن. والسيمبتومز بتاعته على الاقل لازم يكون في 3 من السيمبتومز اللي احنا ذكرناها، يعني لها علاقه بحاجات ايموشنال وحاجات بيهيفيرال وحاجات سوماتيك زي ما حضراتكم شايفين. طيب الدياجنوستيك تولز بتاعتنا ان لازم نكون ان احنا بنعمل اكسكلوجن ان الاعراض دي ملهاش اي اوفرلاب في حاجه اورجانيك، يعني ملهاش حاجه هرمونال، مش ان العيان بياخد دواء اعمل له سايد افكت اعمل له انزايتي، تلخبط له النوم وتلخبط له الهضم بتاعه. في ادويه بالنسبه لنا بتخلي العيانين ليتل بيت عندهم تاكيكارديا، في بتخليهم سواتي، فاحنا كل الحاجات دي لازم نبقى اكسكلودنج ان احنا عندنا اورجانيك كوز، ان هي حاجه ممكن تكون ميتابوليك او حاجه تكون هرمونال، او يكون عندنا ميديكال ديس اوردر بناخد له ميديكيشن يكون هو عامل سيمبتومز. غير كده لو كانت كل الحاجات الاورجانيك اكسكلودد، نو اورجانيك ديس اوردر اور ميديكال ديس ميديكيشن موجود ممكن يكون precipitating symptoms دي، يبقى احنا مع وجود symptoms اللي احنا قلناها behavioral motor autonomic دي كلها بتخلينا نشخص ان احنا عندنا generalized anxiety. ولو انا عملتهم في جروب هقول الفيزيكال سيمبتومز هنلاقي ان العيان عنده تاكيكارديا، تشست بين، ان هو دراي ماوث، نوزيا، يوينج، ابدومينال بين، دايريا، تنشن ان ذا هيدك، وتينيتس وسواتنج، ديسبيبسيا، ديسفيجيا، سكشوال ديسفانكشن، ودروب بيتس. على مستوى السايكولوجيكال بيبقى فيه anxious mood، فيه worry or fear، irritability، feeling restlessness، nightmares، feeling of being unable to cope. The prevalence will age group بتاعهم دايما بيجي لنا في الايرلي ادلتود، رغم ان احنا من شويه شاورنا ان ممكن يبقى في كمان في التشايلد هون عندهم انزايتي ديس اوردر بس بتبان بسيمبتومز اخرى غير بتاعه الادلتس. لكن لو احنا اتكلمنا على البريفلنس بتاعته قد ايه، هو تقريبا 3% of the population suffers in one year period، لكن 5 to 7% في يعني at some point throughout the lives، وده يعتبر عدد كبير. احنا لو بنتكلم ان كل سنة 3% عندهم او على مدار عمر البني ادم ممكن يبقى من 5-7% يجي لهم، فاحنا بنتكلم على ريت عالي جدا. والفيري كومن اكتر ان الفيميلز هما twice common as in men، وسبشلي ان الفيميلز عندهم هرمونال ديستربنس تقريبا مونثلي وبيريودك، يعني لو هم مونثلي عندهم هرمونال تشينجز بتتغير، فدي بتغير نيورو ترانسميترز، فممكن تلاقي الانزايتي ديس اوردرز بتزيد اكتر في الوقت حوالين المنسترال سايكل بتاعتها، او في الفترات اللي هي بيحصل فيها بريجننسي يبقى عندها انزايتي ديس اوردر زياده، او يحصل بوست بارتم، او بيري مينيبوزل في الفترات اللي بيحصل فيها تقطع في الريجوليشن بتاع ال اتش والتي ال اف اس اتش، كمان البوست مينيبوزل، فبيبقى في انزايتي سيمبتومز موجوده ولها علاقه بالدبرشن المصاحب والانزايتي. فيوجوالي الفيميلز ار مور برون تو انزايتي than men 2 to 1.
وده يخلينا نحط في حساباتنا القصه دي، سبيشلي لو السيدات بتاخد كونتراسبتيف بيلز، لان في كونتراسبتيف بيلز بتزود الهدك عند العيانين، بتزود التنشن، فده لازم نحطه ان كونسيدريشن بتاعه العيانين بتاعتنا. الكوموربيديتي عاليه جدا. لو احنا بنقول ان احنا كسايكارتس على اكسس 1 يعني التشخيص الرئيسي بتاعنا في السايكارتري، بنقول العيان ده عنده انزايتي، لكن احنا دايما بنقول العيان اللي عنده انزايتي ده بيبقى يوجوالي عنده other anxiety disorder، زي ما هيشرح الدكتور محمد نصر، panic disorder او social phobia او ممكن post traumatic stress disorder، او sometimes بيبقى عندهم OCD زي الوسواس القهري او الوساوس اللي بتبقى موجوده، وبيبقوا mildly to moderately depressed. لكن الناس اللي هم untreated anxiety disorder بيقعدوا فترات طويله وبيبقوا حاسين ان حياتهم كلها باظت، بيبقى depression sometimes وصل to severe depression، واوقات بيبقى فيه suicidal thoughts و attempts to get rid of the uncontrolled worry اللي هم مش قادرين يتعاملوا معاه. التريتمنت بتاع الجنرايز انزايتي ديس اوردر هو كومبينيشن اوف ميديكيشن وسايكوثيرابي او ثيرابي. لو زي ما دكتور طارق كان شرح، وعشان ما نعيدش الكلام تاني، احنا مينلي التريتمنت بتاعنا تو بارتس في السايكاتري في العيانين بتوع الانزايتي، ميديكيشن وسايكوثيرابي. لو كلمنا على الميديكيشن في الانزايتي ديس اوردرز، فاحنا بنستعمل الانزيوليتكس، لو الناس بتستخدمها احنا بنستعملها فور شورت ديوريشن لغايه الانست اوف انتي ديبريسنس ما يبتدي يشتغل. It takes تقريبا 10 to 14 days ان البلازما بيك ليفل بتاع الميديكيشن يبقى اكتيف في البلد ويبتدي افكت الريسبتورز، وان العيان يبتدي يحس بال المود اوف اكشن بتاعه الانتي ديبريسنس. لكن مين واي لو الانزايتي جديده احنا ممكن ندي انزيوليتك، بس لازم يكون بحذر ان ما يحصلش نوع من انواع الابيوز وان العيان يابيوز بشكل خاطئ بعد كده ويبقى ديبندنت عليه. الانتي ديبريسنس ذا موست كومن في الانزايتي ديس اوردرز الاس اس ار اي والاس ان ار اي، وزي ما اشار قبل كده الدكتور طارق ان احنا العيان لازم يمشي اتليست 9 to 12 months، especially لو first medication أو أول episode بالنسبة له. ده بالعكس، احنا sometimes بنقول الدبريشن بيخف أسرع، الانزايتي بتفضل فترات أطول وبتحتاج medication أكتر كمان من 12 شهر، لأن بتبقى السيمتومز والبيهيفير بتاع العيان more resistant عن الدبريشن وبتأفكت his life أكتر. ولما بيقطعوا الدواء قبل الوقت ده بيحصل نوع من انواع الريلابس الانتكاسات، فبيؤدي ان بنضطر نمشي المرات الاخرى في ديوريشن اكتر، it could extend to من 1 to 2 years on medication و sometimes for life كمان. لو كلمنا على السايكوثيرابي بتاع الجنرايز انزايتي ديس اوردر، هي قايمه مينلي على الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، هي فكره ان انا بعلم العيان ان دي ثوت، والثوت دي لما انا بتجيلي وبتأفكت المود بتاعي وتخليني ديبرست، فبتخليني كمان يبقى عندي behavioral changes ان انا بأفويد حاجات او ببقى over protective على حاجات. فهي mainly I have to deal with the thought نفسها وcontrol the thought عشان اعرف control the behavior والمود معي. ولو حضراتكم شفتوا هنا هنلاقي ان الثوت نفسها، لو انا عندي فكره ان الفكره حاجه وحشه هتحصل، فانا هيجي لي فيلينج ساعتها ان انا حاسس ان انا مهدده وهبقى very anxious وهبقى حاسس ان انا مش عارف اتصرف ازاي، فالبيهيفير بتاعي ان انا بقى افويد او ببقى بعمل حاجه جوركي عشان احمي نفسي من هذا. فبالتالي عشان اتحكم في الفكره دي قايمه على ان انا ادسكاس معاه الورينج بوينتس بتاعته اللي هو بيتكلم عنها، واعلمه تو فراجمنتد، يعني في افكار تستاهل توري، واعلمه ازاي هاو تو بي اوير اوف ات وي تو ديسكاس ات تو ديل وذ ات از ا بروبلم سولفينج، وفي افكار لا دي فكره يعني بره الخيال، فما ينفعش يعني ما ينفعش اقلق على ان انا لو ركبت طياره الشهر الجاي الطياره هتقع بيا، دي ما ينفعش الفكره افكر فيها كده، لكن ينفع افكر ان انا قلقان ان انا عندي ايجار اخر الشهر ومش عارف هدفعه ازاي، فابتدي افكر هحوش هستلف هنزل شغل وازود البادجت بتاعتي عشان ادفع الايجار، اسمها problem solving. لكن ما عنديش problem للافكار اللي هي خارج الكنترول بتاعه. الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي قايمه على سيلف مونيتورنج وريلاكسيشن تريننج وفوكسنج على الكنترول اوف وري،
ده جنب الميديكيشن، يعني فكرة ان العيان يقول لك عالجني بدون دواء it's out of يعني control of the therapist، لان it's very difficult. الميديكيشن hand in hand مع psychotherapy. الاستراتيجي بتاعتها learning about anxiety والgeneralized anxiety، لازم نشرح له يعني ايه generalized anxiety disorder ويعني ايه anxiety وتوتر. اعلمه to identify recognize the worry على اي حتة بالضبط انا قلقان وليه قلقان ليها. classify the worry بتاعتي ازاي، حاجة انا اقدر اتحكم فيها ولا حاجة ما اقدرش اتحكم فيها. اعلمه التيرنينج بتاعت الفكره بتاعت البريثنج تكنيكس، لما انا بيبقى عندي تاكيكارديا او اللي بيبقى عندي ريلاكسيشن تكنيكس للماسكولار سبازم، الفكره بتاعت ان انا يبقى عندي بروبلم سولفنج اتيتيود للافكار اعملها، ودي اللي بنقول عليها بيلدينج اتيتيود في الكوجنيتيف ثيرابي. واهم حاجه في الثيرابي براكتس اند براكتس براكتس، تتعلم العيان وتسيبه يمارس وتعلمه تو بي aware. And thank you very much. ويعني أنا كنت سعيدة وأشكركم جميعا. شكرا يا دكتورة حنان على المحاضرة الرائعة دي. وضحت فيها قوي الانكزايتي والانكزايتي ديسوردرز. Now the floor is open for questions للبروفيسور طارق أوكاشا وبروفيسور حنان الشناوي. في دكتور محمد على شات أسئلة، لو تسمح لي أراها وأرد عليها. Parents especially in old patients. How can we المعالج؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن أوصل للمريض أهمية العلاج اللي بياخده ده. إن ده مش علاج فقط لعلاج الاكتئاب. يعني ده علاج وظيفته ان هو يحسن مقال المرض العضوي الاصلي اللي موجود، لان انا عندي دايابيتس وعندي ديبريشن واخد الانسولين من غير الانتي ديبريسنت انا مش هتحسن، بس لو خدت الانسولين والانتي ديبريسنت النتيجه هتبقى افضل. فهنا زي بالظبط ما بتعمل ماركتنج لدواء السكر او دواء الضغط او الدواء اللي حضرتك هتقوله ايا كان المرض الجسدي اللي هو المريض بياخد له العلاج، تحط معاه العلاج النفسي. وزي ما اتفقنا الموضوع بقى سهل جدا، لان it is only one tablet and it is only one dose which does not need titration، فده بيبقى سهل جدا ان حضرتك تعمله. وانا سعيد جدا ان حضرتك لقطت الحته بتاعه duration of medication is 9 to 12 months، وافتكر الدكتوره حنان برضو اكدت عليها حتى في الانكزايتي. مفيش حاجه اسمها علاج نفسي انتي ديبريسنت او حاجه الانكزايتي بتتاخد لاسبوعين ثلاثه وتتوقف، ده مش كونستيبيشن او دايريا او انتيبيوتيك هيتاخد ويتشال، لا it needs to be continued for a while. في سؤال كده للحنان is postpartum، اتفضل اقرا حضرتك. بيقول سلايد اوير ده اختصار لايه؟ سلايد اوير anxiety aware. Awareness of anxiety. إن إحنا بنعلم العيان إن هو spot هو anxious من إيه. Anxious من حاجة he can control ولا out of his control. إحنا دايما نعلم العيان وإحنا worry حاجات تحت بيبقى معاها الحاجات الاخرى بتاعت ان انا I'm not pushing too much، لكن الحاجات اللي هي out of my control لازم اتعلم ان انا ابقى aware ان دي مش في ايدي اتحكم فيها او اعملها problem solving. فده الفكرة بتاعت ال worry awareness، ان انا اعلم العيان في cognitive behavioral therapy ازاي ال worry يبقى aware من الفكرة نفسها. في سؤال من الدكتور دكتورة تهاني عثمان بتقول is postpartum depression serious؟ طبعا postpartum depression is very important، ودي من الحاجات المهمة لازم نخلي بالنا منها. لازم يبقى عندنا دراية ان اي ست بيحصل لها abortion، وهنا abortion ممكن يكون medical abortion او abortion for no reason عند الشهر الثالث او الرابع او whatever، اي واحدة بيجيلها abortion 25% احتمال ان هي يجيلها depression. من كل 100 ولادة 10 ممكن يجي لهم ديبريشن،
من كل ولاده. واحده ممكن يجي لها سايكوزيس وكل حاجه نورمال بتحكي. postpartum depression ممكن يحصل في 10% من الولادات. postpartum depression ممكن يحصل في 25% بعد الابورشن. postpartum psychosis بيحصل في واحد في كل 1000. اعتقد للدكتوره حنان بالنسبه للكرايتيريا اللي بتاعت الانكزايتي لو مش مكمله هنعمل ايه؟ لو الكرايتيريا مش مكمله بس عامله ديس فانكشنينج معطله الناس على الفانكشنينج لازم اعتبرها. يعني هو صعب ان احنا ما نلاقيش كرايتيريا مكمله لان احنا محتاجين ثلاثه بس. ثلاثه ان العين ما بينامش او ان هو بيقلق كتير او ان بيبقى عنده ضربات قلب او ان معدته مش مريحه. لكن حتى لو هم اثنين بس وده معطل حياته طالما حصل ديس فانكشنينج لازم اعتبره انه عنده صاحب شكوى والا ما كانش اتكلم عنها. لكن لو حاجه والفانكشن بتاع الناس شغال ما اقدرش اقول ان هذا الشخص باثولوجيكال ووري يعني او عنده جنرالز انزايتي. وده اللي كان الفرق ما بين النورمال ووري والجنرالز انزايتي. في سؤال بيقول عندي سؤال للدكتوره حنان الدايجنوزز اوف جنرالايز انكزايتي ديس اوردر هو بالنسبه لفتره الست شهور مش فتره طويله شويه وهل ممكن نحن نبتدي العلاج قبل كده ولا نسيب المريض الفتره دي من غير ما نديله علاج؟ لا بنبتدي طبعا بنبتدي طالما العيان جه وبدا يشتكي يعني ده معناه ان عنده اعراض وجايز السيفيريتي بتبقى من الاول خالص. احنا بنتكلم على ان هي لازم تكون متكرره معظم الايام على مدار اسبوعين ثلاثه وعامله له نوع من انواع العطله في حياته او مسببه له نوع من انواع التالم ان هو بيعاني. طالما بيعاني لازم اعتبره مريض. لكن فكره الديوريشن دي لان اوقات لما هنلاقي في الجنرالز انزايتي ديس اوردر زي في البانيك اتاكس ممكن النبات تبقى متكرره في الاول على مسافات بعيده وبعد كده تبقى اكتر. والوري في الاول كده بيبقى فترات شويه بعيده وبعدين توسع توسع توسع. فلكن لو العيان ظهر زيد فور ات از لايف لونج. دكتور محمد اسيب الفلور لحضرتك تتقدم للزملاء الافاضل. مرة تانية نشكر الأستاذ الدكتور طارق عكاشة على البرزنتيشن الهائلة والأستاذ الدكتورة حنان الشناوي على برضو البرزنتيشن الهائلة. ننتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور هاني حامد أستاذ الطب النفسي وعميد كلية التمريض في جامعة بني سويف هيكلمنا عن السوماتوفورم ديسوردر. فليتفضل الأستاذ الدكتور هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. شرف كبير ليا اني اكون موجود مع حضراتكم ومع الكوكبه الرائعه الجميله يعني الاستاذ الدكتور طارق عكاشة والاستاذ الدكتور حنين والاستاذ الدكتور محمد نصر. توجه بخلص الشكر للدكتوره رانيا العسوي الدينامو المنظم لهذه الميتنج بمجرد محمد نصر ما قال لي فاستحسنت الفكرة ولقيت حاجة لطيفة قوي. وزي ما وضح أستاذنا الدكتور طارق عكاشة هي منطقة unexplained كلها على بعضيها. تمام. التوبك المطلوب مني يعني هو الوجه الآخر لمحاضرة الدكتور طارق بيه يعني the other face of depression وأنا بسميها الماسك depression. نفس المحاضرة ده هي هتبقى المنطقتين بتاع ماتيك والسريقة العادية والواضحة للتعبير عن depression وفي طرق أخرى هنستعمل فيها شوية body language. إحنا هنا بتوع السومة بتوع او في التوبك بتاعي ده بتوع السوما او بتوع البادي لانجوج بتوع لغه الجسد عشان كده بنسميها اعراض الجسدنا اعراض السوماتيك او النفس الجسديه. ده الفيس الاخر الماسك الدبرشن اللي نتكلم عليه
اول جزء بس كده سريعا على التعريف بالسايكوسوماتيك ديس اوردرز، وهي قدام حضراتكم اهيت هي بتورينا ليش ما بين السايكولوجيكال اليمنت الموجود والسيولوجيكال فاكتورز تكون موجوده وفي فيزيكال بريزنتيشن وتبقى اجريفيتد اند مينتيند ثرو لوجيكال اليمنت الامر. فهو بيعبر عن في ستريس، في ضغط تعرض ليه المريض دوت، في كونفليكت وانريزولفد كونفليكت، فعامل مشكله اللي موجوده دهيت ومش شغال في الجسم جوه زي ما كلر للبرزنتيشن كلينيكالي. وانا شايف انه اهم ما يميز فيها مليئه بالكلينيك، فيعني هي الكلام مش نظري فالنقطة الديفرنت اتيولوجي مع ال ومع الاستريسز اللي بتحصل وبتيجي معاها. اوكي السمت كلينيكال برزنتيشنز اللي بتيجي في السايكوسوماتكس مع كل الاذر سبيشاليتيز، عشان كده ده البرانش اللي احنا بنتكلم فيه برضه بنقول ان هو الليازون سايكاتري او اللي زميلنا الناس سايكاتريست اللي هو الطب النفسي الوصلي وهو البريدج ما بين السايكاتري وما بين الاذر برانشز درماتولوجي روماتولوجي ريسبيريشن البلمونري فانكشنز الكارديوفاسك كل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دهيت كلها تيجي وكلها تبقى سايكوسوم الازمة ومش ولا هيتحسن ولا البركوسا ولا الهايبرتنشن ايلوجيكال الاليمنت او ايفيدنت سايكل اليمنت. كذلك الجاستروستين الهارت بيرن الديبتيك السر ودي شيء جدا جدا وموجوده والديفرنت ايميونولوجيكال ديس اوردرز. وده هنا بقى هتيجي بقى اللخبطه، هو كمان لو واخد ادويه اميونو سبريسنت دراجز، لو واخد كورتيكوستيرويدز، هو الدبريشن اللي عنده ده من الديس اوردر ولا من الدواء ولا حاجه اسوشيتد. طيب لو هنتكلم على السايكوسوماتيك يعني كبدايه بس كده او تقديما للمحاضره بتاعتي، مش هينفج العيان ده فيزيكالي من يعني من غير ما وزن ودي ويت لسايكولوجيكال اليمنت اللي موجود حد ما اعمل له اسسمنت كامل واشوف هو مين. في بعض حالات هتستجيب للري اشورنس والطمانينه واطمنه، في بعض حاجات سايكوثيرابي وده بيكون اكتر ندي، بس اخلي بالي من الدراج من البيهيفيرال ثيرابي بايو فيدباك ريلاكسيشن تكنيكس الحاجات الخفيفه يعني الافيلبل وممكن استعملها بسهوله تستعمل. امتى بقى هلجا لادويه او كذا؟ لو في اسوشيتد دايجنوز او كوموربيد سايكولوجيكال دايجنوز موجوده او سيمتومز ترتقي الى تشخيص. الجزء الثاني وهو الاهم اللي هي السوماتوفورم ديس اوردرز بقى بنزه مختلفه خالص، يعني غير يعني في اجزاء ايموشنال وفي حاجات فيزيكال. الفيزيكال فيها الابيتايت فيها السليب ويا يزيد ويا يقل، ان في نوع من الدبريشن لو دول اتعكسوا هيبقى اتيبيكال دبريشن وتلاقي الابيتايت زايده وتلاقي النوم زياده. الديكريز ليبيدو ايزي فاتيجابيليتي دي المنطقه بس انا حابب ان اوضحها لحضراتكم، دي المنطقه اللي احنا بنشوفها من العيانين بتوعنا. وضحها الدكتور وهو بيشرحها بس دي مهمه قوي قوي. كل دول بيقفوا فين؟ في البرايمري كير براكتس بالفاميلي دوكتورز، ما بيجوش اصلا لينا ولا بيجوا عندنا خالص وعاملين ايه. بص المنطقه كلها يعني احنا بنشوف بس قمه الايه جبل التلج، الشغل ده كله احنا مش بنشوفه سليم. يعني حوالي 60% من الدبريس بيرسون ار تريتد باي فاميلي فيزيشن، هما المنطقه الاكبر والمنطقه الميجور. وعشان كده رسالتنا والجزء ده مهم ان احنا نحاول نوصل لكم بس امتى تلقط المريض ومين اللي تبقى قادر بس جاست تعمل له ريا اشورنس وسبورتيف ثيرابي وحاجات بسيطه، ومين اللي محتاج لا محتاج تحويل او في اليمنت اوف خطوره او حاجه معينه خطوره على نفسه او على الغير. طبعا دي مشكله كبيره. 70% من البرزنتيشن للدبريشن physical symptoms، 30% بس هم اللي بيجوا بيور ديبريسيف ايموشنال سيمبتومز. السلايد ده انا بحبه قوي قوي لطيف، دي الايموشنال سيمبتومز، حزين ومتضايق وزعلان وخايف وقلقان. معاها اهي اللي هي محاضره الدكتوره حنان اللي لسه شرحها وكانت يعني محاضره رائعه. هنا بقى دي المنطقه دي المحاضره بتاعتي، دي الاذر فيس اوف ديبريشن physical symptoms الاعراض دي.
قبل ما اسيب السلايد ده كده وامشي منه بينز وهيدك. الهيدك ده كتير قوي قوي كفالجي. انا دايما بقولها انا دي بقى يعني انا دايما بشرحها كده، دي اعراض ديبرشن ودي اعراض ديبرشن، دي اعراض راقيه راقيه، عايزه حد راقي، حد راقي علميا واجتماعيا وسوشيو اكونوميك ستاتس وي 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 عشان يقدر يعبر ويفهمها ويحسها ويقولها. وبص بقى معايا كمان، واللي قدامه يسمعها ويعيرها انتباها، لانه ممكن ابي انا اكون بقول وبقول اني حزين وما عادش اللي كان بيبسطني بقى بيبسطني دلوقتي ومش لكن اللي قدامي ايه يا عم يبسطك ولا يبسطكش يا عم، احنا في احنا في كورونا، احنا قاعدين محبوسين بقى 3 شهور، انت قاعد زعلان عشان النسكافيه اللي كان بيبسطك ما بقاش بيبسطك قبل سليم. فانا بتكلم في منطقه كمان مين اللي بيسمعه سليم ليه؟ لان انا بقول ان في بعض مرضى وهم المرضى اللي بتكلم عليهم دولت بيضطروا غصب عنهم من جواهم يعبروا بهنا لانه ما يعرفوش لا يقولوا هنا ولا اللي قدامهم يقدر يستقبل هنا. نترجم الكلام، اول عرض من اهم عرضين في الدبريشن depressed mood loss of interest، انا حزين انا متضايق. او الحاجه الثانيه، انا ما عادش اللي كان بيبسطني زمان ما عادش بيبسطني زي ما وضحها الدكتور طارق بيقولها صح. في عيانين بيقولوها كتير، لكن لو جينا العيانه جايه من مكان معين او من مثلا قريه معينه او حاجه دون هي نفسها هذه السؤال العرض ده هو. وكمان لو قالته اللي قدامها مش هيسمعه، لكن هتهالي بقى لو قالت العرض ده دماغي بتوجعني، هبص تلاقي عربيات جايه، انا بحكي خبره كلينيكيه، عربيات جايه وجايين ونعمل اشعات يا دكتور ونعمل تحاليل يا دكتور ونعمل ونعمل ونعمل، لكن اول ما تقول لهم اه ده طلع اكتئاب يقول لك اه يعني زعلانه طيب ماشي، وكبيرهم بقى هيقول لك نفذين نوديها عمره تنزل مش عارف اي كلام يعني هنوديها لشيخ اي حاجه يعني. طيب السوماتيك سيمبتومز لازم عين السوماتيك ده لما اجي افحصه سلايد ده مهم، ما لاقيش فيه حاجه اورجانيك تفسر السوماتايزيشن اللي موجوده عنده، تفسر البريزنتيشن اللي موجوده عنده. ليه؟ هتبقى غلطه كبيره قوي قوي من الطبيب النفسي، او اتكلم على نفسي انا مني، اني اشخص العيان ده هو سوماتايزيشن هيديك وهو اتالي ايه يا جماعه من انجيوما، حاجه في البرين، تيومر، انيوريزم. لازم في الاول اكسكلود اورجانيك. يبقى اول معلومه ان العيان السوماتيك ما بيكونش عنده اي ايتيولوجي يفسر البريزنتيشن اللي عنده، بس كده وخلاص. لا، في حته صغيره بقى، بس هي حته صغيره خالص، هي حاجه اورجانيك تفسرها او ريليتد او ليها علاقه، لكن reaction of the patient for this finding اللي موجوده ده هي is exaggerated وموجود طول الوقت وعمال بيلف على، بمعنى وهو بيفحص في الجيش لقى عنده mitral valve lapse ولا حاجه ولا اي حاجه خالص، و very 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 common ان هو بيكون موجود مع البانيك ديس اوردر زي ما هيقول الدكتور محمد بنصر يعني بعديه، بيبقى موجود مع وفحص في الجيش وقالوا له اطمنه ما عندكش حاجه وده عادي وكل حاجه عاديه وخلاص وروح لا هو بقى يقعد ايه يلف ورا الموضوع. يبقى لازم السوماتيزيشن بريزنتيشن كلها او السوماتيزيشن اوردر والسوماتوفورم اوردرز لازم يا ما يكونش فيها اورجانيك يفسرها يا يكون فيها اكزاجيريشن موجود لرد فعل المريض لو كان حتى فيه اي اورجانيك حاجه تبقى يعني اكامبنيد او موجود. هحاول اشيل الكاميرا ده هي سليم. لازم الاعراض تكون موجوده على الاقل 6 شهور بالمره بقى، ما يكونش عياني ده مالينجرنج ولا فاكتيشيس، وهجيب في الاخر الجوريزم يفسر بينه مالينجرنج يعني ايه؟ يعني مدعي. مالينجرنج دي مش عيان سايكاتري خالص، هو عمال مدعي. طب عاوز ايه؟ خلي بالنا دي ودي كونشسلي الاثنين هو بمزاجه، انما السوماتيزيشن خالص ده على ليفل انكونشس. طب يبقى معنى كده الاثنين دول شويه قريبين من بعض، ماشي. انك سكندري جيل، انا عايز اجازه من الجيش، عايز اجازه من المصنع، عايز اجازه من الخدمه، عايز تعويض، عايز من الشركه فلوس، عايز سليم. يبقى دوت عايز ايه؟ سكندري جيل ايميديت، هو قاعد بياخد ايه مكسب او حاجه معينه. طب اما العم فكتيشياس ده او المانشستر ده دوت هو نفسه او المانشستر ده هو نفسه
بيشتكي بيه ان هو بيلعب دور المريض، بيلعب دور المريض. كل القصه اللي عنده ان هو عمال بلاينج ذا سيكرول، كل استمتاعه بانه بيلعب دور المريض نفسه. وهنجيب في الاتحابوس ديليبريتلي بيديوسينج، وبيمثل وبيجزجريت السيمتومز. والسيمتومز دي عشان نبقى واضحين فيها جزء سايكولوجيكال، ممكن يكون فيها جزء فيزيكال. السايكولوجيكال ده سودولوجيا فانتاستيكا برضو، ده من ضمن السيمتومز. هو كل لعبه كله في ان هو بيلعب دور المريض، عمال بيلعب دور المريض، يا اما شغال في اعراض نفسيه يا اما شغال في اعراض عضويه. عشان ندي مثال ليها برضو لزميلنا، مثلا تلاقي العيان ده هو عمال بضغطه عمال عالي عالي عالي، ومهما يتفحص وتريها في الاخر دايما بيجي في الناس الباراميديكال وريليتد لي الميديكال فيلد ممرضات الفنيين، تلاقي جنبيها ومعها في شنطتها انبولات ادرينالين، اتريها هي تحقن نفسها. كان في برضو حالة تانية في الطوارئ، وقتلي بره قبل على الباب بره بيشرب كوباية دم، هو المرض بتاعه في ان هو بلاينج ذا سيكرول. سليم السكر، يفحصوا السكر وقتلي بيقاد شوجر على قبل ما يعمل الاناليس. ده السوماتيك ديبرشن بقى هاتوا كده سريعا. الفيزيكال مانيفستيشن اوف منتال بين، انا بقى مهم عندي دي بقى شوية. والبريزنتيشن ده مليء بالبين، البين ده كرافور دي منتال بين، جاي من كونفليكت، مشكله معينه نفسي هو فيه هي، لان المرض ده اقيا عن الميلز المجموعه، فنتيجه للكونفليكت ده بيجيب لهم بينهم زي البين فيزيكال، ويمكن اللي جواه بيعبر عن المينتال بين، الالم النفسي اللي جواه مش نافع يسيب الشغل ويستقيل، بس ادميته وشخصيته اتهانت واتهزق قدام الناس. تمام تمام كده ظهر فضلك. فدوت الفيزيكال مانيفستيشن نتيجه للبين. انا البين ده نابع منين؟ انا اتهنت، مش نافع اني اقول اوكي، انا اتهنت وحصل اهانه، فانا مش نافع اني اقبر عنه، فبكتمه جوايا. نتيجه كتمته جوايا دي، بس انا حاسس بالاهانه، بيجي لي بقى بين موجود جوايا، مجموعه من الديس اوردرز. البيشنت والسوماتيزيك دايما بيكونوا مش كوبريتيف مع الثيرابيست، ودايما بيكونوا بيلخبطوا مع الحاجات العضويه واللي معاهم. يقول لك اه لا ده احسن يكون جلطه في المخ، لاحسن طبعا وظيفه الطبيب انه يميز ده من ده. حالات السوماتيزيشن دي بتكون من الموست فراستريتنج ان برايمري كير، من الموست اكزوستنج سيرفيسز وكل الميديكال فاسيلتيز اللي موجوده. ليه؟ لان احنا بنسميهم دكتور فوبرز، هما رايحين يعملوا شوبينج عند الدكاتره زي ما حاشا معاه. هي ده يعني من السلايدات الزتونه في المحاضره. يعني description of the patient هو ايه؟ العيان ده دايما بيكون sicker than the sick، دايما يتلاقي اكتر، وعمال يشتكي وعمال يفسر ويفسر، ولما الصداع جه ومن قدام ومن ورا وعلى الجنب وكذا. طب النقطه الثانيه عشان الوقت، reluctance to change، هو مش انا مرتاح كده، عارفين المسرحيات انا مرتاح كده ومكمل كده ليه؟ هو ده السيمتوم اللي حلته، هو ده السيمتوم اللي خلى اللي حواليه يهتموا بيه ويبقى له تمن في وسطهم ويفرط فيه بسهوله ازاي. عشان كده قلت في اول محاضرتي انا الجزء بتاعي انا الستوري بتاعت البادي لانجوج، لغه الجسد. طب بص بقى اللي وراها، asking for care not cure، هو دايما جاي عشان بس الدكتور واخبارك ايه وانت عامل ايه وها وانت احسن يا فندم وبقيتي شويه احسن، لا بجد وازاي ويوي. هتقول لها لا الموضوع خلص، لا هي مش عايزه الموضوع يخلص، هي عايزه تفضل ايه رايحه جايه. سليم يعني ده السيمتوم اللي حالتها. والتالت حاجه difficult relation with the healers، على طول العيانين المميزين بان هم او العيانات دولت اول ما تتحسن تيجي تشتكي لك بالايه؟ بالسايد افكتس اوف ميديكيشنز. اه انا كويسه واحسن، بس اصل مثلا بنام شويه، او طب ما تنامي، ما انت كنت بتشتكي ان في انسومنيا، طب ما ده حاجه كويسه.
الايتيولوجي بقى عشان نمشي بسرعه، ما فيش ايتيولوجي طبعا يعني واضح يفسر لنا فيه ايه، بس بنخلي بالنا الكومور بالدبريشن الموجود، اللغه الجسد هنا الاميون سيستم فيها كلام كتير قوي قوي، والمايكروفيت ثيوري اوف ديبريشن عناوين كده، وكذلك الهايبوثلام بيتولي ادرينا الاكسس اللي شرحته الدكتوره حنين بالتفصيل، ده مهم جدا هنا في الاميون ثيوري اوف سوماتيزيشن، واللينك هي دي لغه الجسد اللي بين الدبريشن اللي موجود وبين السوماتيزيشن اللي موجود، البرو انفلاماتوري بروستاجلاندين اي 2 بتزود الانفلاميشن الانفلاماتوري ماركرز اللي موجوده. بصوا حضراتكم البوليت اللي تحت دي ان دوت بيبقى ري نورمالايزد ويز انتي ديبريسنت تريتمنتس، سمعتوا الانتي ديبريسنتس من الدكتور طارق عكاشه، لما بياخدها العيان وتيجي ترجع تقيس تاني التشنجز اللي كانت موجوده بتلاقيها ري نورمالايزد تاني. دي تقسيمه كده سريعه، ده هنا انفولنتري العام مش واعي بيها، هنا فولنتري دول قلناهم المالينجرنج والفاكتيشيس، هنا الانفولنتري هتيجي بقى حاجات فيزيكال حاجات نيورولوجيكال حاجات بريوكيوبيشن وذ ذا ايلنس. هنمشي بسرعه، اول واحد فيهم السوماتوفورم ديس اوردرز من ضمنهم يعني في الجريك سوما هي لغه الجسد او الجسد يعني في الجريك، واول حد وصفها كان جاكوب دي كوستا وتوصفت في اللي فيها سوماتيزيشن والهايبوكوندرايسز والبانيك وكل الاعراض ده، هي 25% من البيشنتس ان برايمري كير بيبقوا جايين بديجري اوف سوماتيزيشن، وفي بعض الاحيان بتبقى الامور فيها فيزيكال كومبلينتس وما فيش حاجه ثانيه تفسرها تقدر تشوفها بيها، او لو في حاجه تفسرها بتلاقي رد فعل المريض ليها مضخم واكبر من الاول. وظيفتنا لازم اكسكلود ايه اورجانيك. بص الكومن كاركترستكس اوف سوماتوفورم ديس اوردرز، الفيزيكال سيمبتومز دايما بتزيد مع المشاكل ومع الكرايسيس، فيزيكال او فيزيشن شوبينج، دكتور سوبرز رايحين جايين نازله تعمل شوبينج وسمعت ان في تحليل اميليز للبنكرياس في فرنسا بتبعت العينه مش عارف دايما عشان بس تفضل تحكي وتحكي في الموضوع، هي دي اللغه اللي هي بيها يعني بتقدر تشتكي وتقول اللي جواها، لكن هي مش نافعت وانا بحكي على كيس معينه انا عارفها. هي القصه كلها في ايه؟ فان هي كبرت وسنها كبر وما عادتش بعد ما كانت فاتنه النادي، وهي السيده اللي لما بتخش النادي كله بيقف على رجل ولا على ايد او اي حاجه يعني، بقت حد كبير وهي مش نافع انها تقول ده، وخلاص هو زوجها نفسه حس بحاجه زي كده فمش نافع تقول ده، لكن هي مكمله في القصه بتاعه السوماتيزيشن وعماله بقى تبعت لاميليز لفرنسا وتبعته للشوبينج. سبستنس ابيوز فيزيكال وسيرجيكال وحاجات واكزامينيشنز وكل بدون داعي، افويدنس ما تنزلش تشتغل ولا تروح اي سوشيال، خلاص بتتجنب الناس، ما ينفعش الناس يشوفوني لما كبرت وسني كبر والتشينجز والايجنج التغيرات اللي حصلت. ريفيوز اوف ريفيرال تو منتال هيلث، مهما تقول لهم دول ده سايكا لا ده دكتور المجانين، ده دكتور الوحش، ايه ده دكتور ايه اللي هيوديني السكه دي ايه، وهي القصه كلها مهما يتحولوا يعني في فعلا دكاتره بطنه زمايلنا بيحولوا لنا، بس الرفض بيكون من مين؟ من العيانين. السيمبتومز ار نوت انتشنال وضحناها وقلناها. سوماتيزيشن ديس اوردر نقول بقى كده سريعا مالتيبل سوماتيك سيمبتومز بتبقى كتيره، هنعدهم مع بعض كده سريعا، والسن بدري قبل سن 40 سنه اكتر في الفيميلز، هي من حوالي 0.5% ل 4%. رانز ان فاميليز، بصوا دي يا جماعه بصوا كومن ان الليترت لانه مش قادر يعبر، دي اللي انا شرحتها في الايموشنال فيرسس سوماتيك بريزنتيشن اوف ديبريشن في السلايد المقارنه. بص لما الواحد يكون جاهل يجي له ده اكتر، المتعلم يجي له ايه؟ يجي له اكتئاب، خلوا بالكم يعني عشان ولو سوشيال ايكونوميك ستاتس برضه كذلك يبقى اكتر فيها الايه السوماتيزيشن ولغه الجسد. هي لو 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 قامت وقالت له انا فنجان النسكافيه ما عادش بيسعدني ولا بيفرح، بلا فنجان نسكافيه بلا مش فنجان بلا اي حاجه يعني، فمش هيتقبل مش هيفهم هي بتقول ايه. نعد مع بعض اربعه بينز، اتنين جي اي تي، واحده نيورولوجيكال، واحده سكشوال، بنعد بقى سيمبتومز، تقعد بقى تعد اوجاع وتجمع تبص تلاقي العيان كله بقى ايه بقى سوماتيزيشن ديس اوردر، كل البينز وكل دي الشخصيه بتاعته اتعرض لانتر بيرسونال سوماتيك بريزنت وكمان معاها كرونيك سيمبتومز اوف ديسابيليتي
الايموشنال ستيتس بتاعته والالنس ويكنس وكمان كمينتيننج فاكتور مين بقى يجي هنا اسوشيتد مع ديبريشن انكزايتي كل الايه الكوموربيد سبستانس هنا برضو البادي سنسيشن ان اندرستاندينج النوليدج اوف اكسبيرينس اوف الالنس دايما بيوصفوها على مين في الحتة دي على بابا لما مات مامته لما ماتت ده انا بابايا من ساعة ما مات بالكانسر وانا خايف يجي لي الكانسر خلاص بقى وتلاقي وعي الطبي دخل في الكونت سكيمات بتاعته بقى ايه ربع دكتور او دكتور من بره كده قشور دكتور بس ايه معطلاه مش مخلياه عارف يشتغل في حياته البرسوناليتي ايموشنال اراوزل كل ده يديني مين السيمتوم او السيكينج اتنشن الموجود ده ده دي اس ام 4 فيرسس دي لغه دي اس ام دي اس ام 4 ودي اس ام 5 يعني مثلا حاجه زي هايبوكوندرايسيس بقت النس انكزايتي ديس اوردر كونفرجن هنشرحهم هي فانكشنال هنشرحها ونقولهم سريعا ديت برضو التشنجز اللي موجوده نمسك الكونفرجنس اوردر بقى ده مهم ده اللي هو اللي مين اللي بقى اسمه فانكشنال نيورولوجيكال ديس اوردر ده اللي هي الهيستيريكال كونفرجن وهي عباره عن انه العيان يبريزنت بوان اور مور نيورولوجيكال سنسوري او موتور ممكن يجي او يعني او في عينيه ما بيشوفش يجي مع جوزها قام قايم ضربها لما ضربها قامت على طول هي بتزعل تسيب البيت تقوم رايحه عند باباها يجي باباها او اهلها ياخدوها ايه يرجعوها عند جوزها تاني يقوم ضربها تاني وتقعد تعيط تاني فهتعمل ايه ما هي ما قدامهاش حاجه معينه تقدر بيها غير ان فجاه unconsciously مش بمزاجها بحيث لو عملت نفسها تشلت دي بقت مالينجرينج عشان يبقى الكلام واضح هي من غير ما هي هيستيريكال هي على ليفل unconscious سليم على طول جالها ايه واتيفر بقى شلل رايت سايد امبليجيا هيستيريكال سليم ليه لان هي بدها بتحل الكونفليكت اللي هي فيه وده سيمتوم هنقوله دلوقتي دايما بتكون اسوشيتد وذ سايكولوجيكال ستريسور كونفليكت فرستريشن لوس وظيفه شغله ده اللي احنا وضحناه عشان الوقت بس بتاع حضراتكم هنا بقى بيهمني الثلاث كلمات دول في كلمه منهم انا شرحتها اللي هي البرايمري جين هي يا عيني هي في كونفليكت هي مش قادره انها تتصرف وتوضح اللي جواها دهوت او تقوله مع جوزها او توضحه او يعني تبينه كل ما هتتكلم كل ما بتروح لاهلها اهلها مش بيسندوها مش بيساعدوها مش بي فكل اللي بتعمله بيحصل السيمتوم دهوت يعني ايه بقى البرايمري جين المكسب الاول إنه جوزها بطل ضرب وما هو البعيد مش معقول هيفضل مفتري يعني يفضل عمال بيضرب فيها ويضرب فيها وهي اتعمت أو بالعكس ده فجأة بتلاقي الراجل اللي كان عامل زي الوحش الكاسر تحول إلى حمل وديع ورايح جايب مية وإيه ده مالها وفي إيه طبيعي ده برايمري جيم طب إيه السكندري جيم إنها بتوصل له هيدن مسج إنه لو عملت فيها كده تاني هيجيلي كده تاني فعشان كده ما تعملش ده تاني in future في المستقبل ولو جه تاني هنقعد بقى نعالج وهنقعد نيجي وهنقعد نلف ونروح للدكاتره وبدون داعي وطبعا كل دوت حاجه مش ايه طبعا هو بيحاول يتجنب ده فبالمره هي المكسب بتاعها هو انه ايه ما يشتمهاش وما يهزقهاش تاني اما ايه الكلمه الثالثه اللي هي اللابيلي انديفرنس اللي هي الانديفرنس ده ايه الانديفرنس ده هو دي بقى مهمه قوي قوي يا جماعه لحضراتكم كلينيكالي كلينيكال هي مهمة في إيه؟ هي دي اللي بتفرق لي عيان هيستيريكال أفيزيا وعيان أفيزيا أسوشيت مع الستروك العيان اللي صحي من النوم ده جات له جلطة وجاله أفيزيا وبيكلمش ده هتلاقيه بيتجنن إن هو اتشل في لسانه مش عارف يتكلم إنما العيان التاني ده والعيان التانية دي هتلاقيها قاعدة إيه؟ هات ألم يعني أنا أكتب لك أنا not worry about her illness بس هي ما دي مهمة جدا بقى دي لوحدها تشخص سليم وعشان كده بنسميها hysterical conversion طبعا نخلي بالنا ان hysteria دي في نوع اخر اسمه hysterical dissociation انتقاق ما هي جوزها زعلت معاه او حصل لها مشكلة معينة او كذا يجي لها ليه conversion اسمها الهستيريا التحولية من اسمها تحولية يعني تحولت الطاقة السلبية الداخلية عندها بسبب هذا الصراع النفسي اللي جواها إلى سيمتوم إلى أورجان بق بقى إيد رجل
كل الحاجات دي مع بعضيها ما فيش يعني whatever حسب ما دي اسمها هيستيريكال ايه الهيستيريا التحوليه عشان كده جت كلمه الايه التحول ده هي سليم. تريتمنت طبعا لازم ان انا بعمل ايه اشورنس بفهم الاعراض اللي موجوده ده هي ما بديش افحص العيانه بزياده واعمل حاجات ما لهاش لازمه ببدا سايكوثيرابي بقعد مع فاميلي ثيرابي احتاج اقعد مع حد من العيله نفسها يحل لنا القصه ديت بزود الاويرنس بتاع المريضه نفسها بالمشاكل بتاعتها وبالسيمبتومز بتاعتها عشان تقدر تحلها وتساعد نفسها وكمان امينيمايز الستريسز ولو احتاجت دوز كل دول احنا بنتكلم فيه كل الديسوردرز اللي موجوده تحت عنوان الايه السوماتوفورم ده الديسورد وهو الكرايسيس مرض توهم المجالي النس عندي الاحسن يكون عندي القلب انا عندي القلب يكونش عندي واول ما توصف برضو وصفه جاكوب دي كوستا وصفه فين عشان كده جاء حد سال نفسه جاء الكرايسيس ده منين من الهايبوكوندريام من هارت كده اول ما وصفه اللي هو كاردياك نيوروزس ان انا يكونش عندي القلب يكونش بموت هيجي لي احنا بنتكلم فيه ده هو من اهم ديس اوردرز بيقول لنا ان الكوموربيديتيز عاليه في العين البانيك اللي هيشرحه الدكتور محمد نصر او الاو سي دي ما ده برضو فيه اوبسيسيف كرايتيريا مشغول وبري اوكيوبايد وعمال يروح ويجي ويروح للدكاتره يقول له لا ما عندكش وهو عمال يلف ويسمع ان في دكتور تاني جاب رسمه المجهود جاب رسمه قلب هعمل اشعاعي هعمل كذا عمال ده بقى اللي ده اكتر دكاتره دول بقى اللي هم الايه اكتر عيانين بيروحوا للدكاتره دكتور شوبينج ده لما ربنا بيرزق يعني ايه دكتور عيان بيه بيروقه يعني بيبقى الامور ايه ماشية كلها طبعا نخلي بالنا انه الاكسسيف انفستيجيشنز ليهم ممكن حد يقول لك اعمل له التحليل مره وخلاص ومره من لا خالص خلاص اتشخص يبقى عمل التحاليل والان نيدد انفستيجيشنز بيأجريفيت السيمتومز وبيزودها وبيفكس السيمتومز فالقصه ما هياش قصه ايه نعمل له مره خلاص دايما نقول ايه اللي بيشرب من البحر مش بيرتوي اللي بيرتوي اللي بيشرب من الميه الايه العذبه الميه اللي تخلي الواحد يحس بالتواء كده مش مجرد ان عمال باخد ملح ورا ملح ورا ملح شوف بقى في الهايبوكوندرايسيس كرونيك واكسن الوين شغال رايح جاي على طول وماشي مع برضو خص افكتد بالسوشيو ايكونوميك ستيتس كل دي موجوده وكذلك معاها البيرسوناليتي والاسوشيتد ديبرشن وي مهم جدا اني اعمل جود ثيرابيوتيك الاينس اسيب لها سكتي انا بس كثيرابيست وكدكتور ستراكشر ديجليشن محترم صادق في مواعيدي في شغلي لو احتجت ميديكال اشورنس او كونسلتيشن ببعت لحد مزي يعمل ديتيل او يعمل حاجه معينه فقط مطلوبه ما اقعدش اعمل حاجات بدون لازمه مع دوزس وهاي دوزس بص هاي دوز ليه بقى ليه هاي دوزس لان هو زيه زي الاوبسيشنز زي الاو سي دي زي الاوبسيشناليتي فلازم هيحتاج هاي دوزس اوف اس اس ار اي والسي بي تي ثيرابي وجروب ثيرابي حسب بقى ما انت هتستعمل. طيب المجموعه اللي وراها المجموعه الثانيه بادي ديسمورف ديس اوردر بص الاسم بتاعها هتغير في الاسم الجديد الى اوبسيسيف كومبالسيف ريليتد اند ريليتد ديس اوردر ده في التقسيمه الجديده بتاعه دي اس اس لان اكزايتي disorder وده برضو اللي بيورينا الاوفرلاب اللي بين والكوموربيد كوموربيديتي والسندروم شيفت اللي بين الديسوردر يعني شكله المحاضره بتاعتي دي كلها في كونفليكت جوه بين حاجتين طلع لي سايكيك بين جه بقى السايكيك بين ده بريزنت لبره باوجاع وادي سوماتيزيشن ديسوردر اوجاع والام ومالتيبل بريزنتيشن في الجي اي تي سيمبتومز او السكشوال او نيورولوجيكال او كذا جه ببين بس هتبقى الايه البين ديس اوردر وهتيجي سيرته جه ب اني مشغول وخايف يكون عندي القلب ده هايبوكوندرايسيس جه بانها فقدت حركه جزء من جسمها او ده كونفرجنت ديس اوردر يعني ايه هي العربيه بتعمل حادثه هي الفرامل جوه فكت هي بتلبس بقى العربيه جت فانوس جت فانوسين جت اكصدام الشيفت ده هي ما هي الا لغه وهي مهمه مش معنى كلامي ان الكلام انا بقوله ده والتسميه والتسميات والفرق في الاسماء ومعرفه الديس اوردرز انها مش هي مهمه بس ساعات ات تايم وانت بتشتغل او احنا كسايكاتريست واحنا بنشتغل في السايكوثيرابي مع العيانين بتوعنا بنسيب للحظه التشخيص اللي بره ده
وانا بشتغل جوه بتلاقي العيان بيجي معاك مره من بانيك لسوشيال فوبيا للهايبوكوندرايسز. طيب نمسك هنا بقى مين البادي ديسمورفيك ديسوردر. اهي بص دي بقت اوبسيسيف ليه؟ لان هي بص هو مشغول وعمال بريوكيبايد بايه؟ بجمال منطقه معينه في جسمه. في عنده منطقه ديفكتيف او ميس شيبن وعاده بتكون في الفيس والأورجان المظلوم في هذه المتهم في هذا الموضوع هو دايما المناخير، مناخير البق الودن سليم والجينيتاليا سليم. وممكن في الفيميلز البريست مثلا او ده لا صدر كبير لا صدر صغير. طب هاي ماشي هسمع من حضراتكم سؤال انا شايفه بيتكتب دلوقتي في التعليقات، ما هي فعلا ممكن يكون صدرها كبير. صح صح اتفقنا احنا بنشتغل امتى لازم ما يكونش في اورجانيك تفسر هذا الموضوع، يعني صدرها ايه او مناخيرها ايه سليمه جدا جدا جدا، او انا لسه قايلينها انه مناخيرها فعلا الحجم كذا كذا او فيها حاجه معينه كذا لكن لا تستدعي and will not be corrected with such surgery اللي هتتعمل ومش هيبقى لها، بالعكس العمليه هتضرها اكتر ما هي عماله. طيب هنا السايكوباثولوجي فين بقى يا جماعه؟ هنا فين؟ سواء دي او الهايبوكوندرايس، بس خلي بالك الهايبوكوندرايس ناس شرحه ومشغول بان يكون عنده القلب ما يكونش عندي القلب. هنا انا مشغول بجمال مناخيري وعدم جمال مناخيري، مناخيري جميله مناخيري الاثنين زي بعض، بس هي لغه لغه لغه. هو المصنع بيطلع عربيات، هي بس دي مرسيدس وده بي ام، يعني الاثنين الماني، بس هي ايه ما ينفعش واحد راكب هتقول عليه بي ام، هي مع تقسيمه مجرد نوزولوجي وبنتعامل بيه ويبقى معروف ومهم جدا في الريسيرش وفي الابحاث بتاعتنا. طيب اما انا بس قصدي ايه وانا بقول ده، المهم الباثولوجي اللي جوه. المشكله هنا عند هذه البنوته او الفنانه الجميله دهيت هي مين؟ هي في السيلف كونفيدنس في نفسها او في السيلف ايمج في رؤيتها لنفسها. يعني العيب مش في مناخيرها لا مؤاخذه، العيب فين؟ العيب في مخها، مخها مش مستقبل نفسها بالصوره المثلى ويمكن مش نافع تقول ده، فعماله بتجيبه على مين؟ على انه مناخيري كبيره ملي او منخار يعني او خشمي كبير ملي نقص ملي زاد ملي، ده عماله بقت ايه وبقت قصه اكتر في الفيميلز عن الميلز. طبعا associated معها depression associated مع obsessive compulsive disorder. احب بس اوضح حاجه ثانيه انه في العيانين دول بالذات هم البادي ديسمورفيك والهايبوكوندرايسس، خلي بالك الاثنين بريوكيب بجمال منطقه معينه في جسمه، البادي ديسمورفيك او الديسمورفوفوبيا الاسم القديم بتاعها، والهايبوكوندرايسس بريوكيبايد بايه؟ بان يكون عنده مرض كذا او كذا. طيب هطلع سنه بس صغيره وانا خلاص قربت اخلص خالص، سنه بس زمايل الصغيرين ينفع او البريوكيبيشن ده في التفكير صحي؟ قال لك لا ده انا متاكد ان عندي القلب، او انا متاكد ان مثلا مناخيري صغيره او صدري صغير او بنت، يعني احنا بنتكلم دايما كل دول هو اكتر في الفيميلز عن الميلز. اول ما اقول لك انا متاكد دي تعرف ان هو اترقى بقى خلاص، ما بقاش ملازم اول بقى لواء، ما بقاش بري اوكيوبيشن بقى مين؟ بقى ديلوجنال، بقى ديلوجنال ديس اوردر. ان هو عنده ما ايه تعريف الديلوجن؟ فولس فيكسد بليف نوت شيكابل. دكاتره حلفونه ايمان الناس كلها انه ما عندوش القلب، لكن هو كان عم عليه ايه وتاكد ان عنده القلب. لم ينطبق على البادي سمول فور نيوروتيك بيشنت، كل ده نيوروتيك. بنتكلم على عيان عصابي، عصابي يعني هعالجه بانتي ديبريسنس وانكزايوليتكس وسيكوثيرابي. لما يترقى بقى كده وبقى ديلوجنال، خد الترقيه وعلق الحاجات، بقى مين؟ بقى سايكوتيك. يعني مش هيخف من غير ما تضيف له انتي سايكوتيك. وطبعا فيها في الانتسايكوتكس هنا حاجات من اللي بقول لك بتشتغل في المونو سومتوماتيك ديلوجن، وكان منهم دواء واعتقد ما زال موجود دلوقتي حاجه اسمها اوراب، الاوراب فورت من الحاجات اللطيفه في الحاجات المونو مونو ديلوجنال دهيت. يعني كده الديفرنشال دياجنوزس بتاعنا سواء ميديكال او سواء السايكاتري بقى كل هتلاقي الاو سي دي والنارسيسستك بيرسوناليتي، وما هو نارسيسستك بقى ما هو قاعد طول النهار عمال يبص في مين؟ نارسيسيزم النرجسيه ده عمال بيبص في ميه البحر المرايه على ان ده بيبص في مناخيره، مناخيري حلوه مناخيري مش حلوه، وي يعني نفس القصه.
اخر واحد ده نفسه هو هو بتاع السوماتيزيشن بس هي جاست بينز, ما تجيش دايريه, ما يجيش فوميتنج, ما يجيش كل الاوجاع اللي موجوده عنده كلها مجرد آلام مع الاسترس. نفس سايكاتريك بفرقه دايما من اخواته الاذر سوماتوفورم ديس اوردرز عشان اجمع يشمل السوماتوفورم ديس اوردرز او السوماتوفورم ديس اوردرز يعني تشمل السوماتيزيشن ديس اوردر والبين والهايبوكوندرايسيس والبادي ديسمورفيك ديس اوردر. الفاكتيشيس احنا وضحناها وقلناها, فاكتيشيس باي بروكسي هتيجي, هتيجي سيرتها دلوقتي عشان بس اكسب. ده المالينجرنج قلناه, الرسمه دهيت كده في قدام حضراتكم هنا, ديت الانكونشس اللي هي مش واعي بيها كلها واللي احنا قلناها السوماتيزيشن اوردر الكونفرجنت الهايبوكوندرايسيس. نيجي لمين؟ للكونشس اتمبتس دهيت بقى بمزاجه سكندري جين, ده المالينجرنج وهو واقف قدامك هيطلب منك اي مكسب اي حاجه, لكن هنا هو عنده برايمري جين ودايما هو بيلعب مين السيك رول وهي نفالية الايه المانشاوسن سندروم او مانشاوسن باي بروكسي. باي بروكسي يعني الام او حد بيحط في اللي معاه يعني ما بيحط السيمتومز او الاعراض اللي بيبقى اضعف منه شويه زي زوج وزوجته ام وابنها او ام وبنتها, ودايما اللعب كله في ان هو عمال بيلعب الايه السيك رول وهي ديت القصه بتاعه السوماتيزيشن. ميرسي جدا ليكم, بشكركم جدا جدا وسعدت ان انا كنت معاكم. شكرا, السلام عليكم. شكرا جدا دكتور هاني على المحاضرة الـ very illustrative and comprehensive, covered كل الـ disorders الـ under diagnosed under somatoform disorder. فـ thank you دكتور هاني. متهيألي الأسئلة هتبقى بعد الـ presentation بتاعتي لو في حد. Okay. طيب اسمحوا لي يعني نشكر الدكتور هاني على المحاضره الجميله دي في منتهى الجمال وكالعاده فل يعني ابديتد انفورميشن. ثانك يو فيري ماتش دكتور هاني. انا ليا الشرف ان اقدم اخويا وصديقي واستاذي الدكتور محمد نصر. استاذ دكتور محمد نصر استاذ في كليه الطب القصر العيني, استاذ النفسيه, وهو من الناس اللي فيري امينت وفيري نايس لكتشرر وكل الناس بتستفيد منهم وان شاء الله هنستفيد. النهارده هيتكلم على البانيك اتاكس باذن الله. اتفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ان انا اكون معاكم النهارده وبشكر الدكتوره رانيا العيسوي استاذ الرمد في القصر عيني ومسؤول عن لجنه التدريب في النقابه العامه للاطباء على دعوتها لينا والسماح لينا ان احنا نكون معاكم النهارده. التوبيك اللي انا هقدمه اللي هو هيكمل بقيه التوبكس اللي بريزنتد قبليه بالساده الاساتذه الافاضل, التوبيك هيبقى ذا دايليما اوف دايجنوزينج بانيك ديسوردر. تعالوا نشوف كده سوا احنا الاجنده هتمشي ازاي. اول حاجه هنتكلم فيها كيس سيناريو الهيستوري بتاعها, وهنطلع منها السيمتومز اللي ممكن تبقى موجوده في البانيك ديسوردر, وهنقسم بعد كده البانيك ديسوردرز تايب بتاعتها ونشوف الكوزز بريفلي وريسك فاكتورز وكونسيكوينتلي الكومبليكيشنز بتاعت البانيك ديسوردر واللاينز اوف تريتمنت ان بريف وتيك هوم مسجز اوف ذا دايليما اوف بانيك ديسوردر. الراجل والست دول متجوزين بيحبوا بعض عايشين مع بعض نايمين بالليل فجاه راحت صاحيه بتعيط الحقني الحقني ده انا هموت نفسي مكروش. فراح قايم مخضوض عشان هو طبعا بيحبها, فراح واخدها وراكب عربيته ونزلوا بسرعة 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 بيجري بيجري في وسط الليل راحوا الاستقبال في الامرجنسي روم. في المستشفى راح الدكتور استقبلهم دكتور الاستقبال وقعد ياخد منها الهيستوري وهي مخضوضة ومرعوبة ونفسها بيروح والحقني ده أنا بموت الحقني أنا بموت. هي عندها 27 سنة متجوزة دخلت الامرجنسي روم عندها extreme chest pain و difficulty in breathing وابتدى الأعراض دي تزيد وابتدى يحصل لها عندها تنميل في الأطراف بتاعتها وابتدت تقول للدكتور أنا كنت ماشية الصبح بدري وبتمشى وكنت ابتديت أعرق وبالرغم من الجو ما كانش حر قوي وما كنتش مستوعبة ده ليه. وبعد كده بعد مع العرق ابتدى كرشة النفس تيجي وكنت مرعوبة ومخضوضة قوي I got scared.
بتقول له ان قلبي كان هيخرج من صدري وكان بيدق جامد جدا وركبي عماله تخبط في بعضيها وكنت حاسه ان جسمي مش شايلني وهقع وده اللي حصل معايا دلوقتي وتكرر معايا تاني وقومني من النوم مرعوبه. Same thing happened again and I woke up terrified. ودي كانت تاني مره تحصل لها وقامت من النوم قلقانه قوي. قعدت تسال الدكتور واسئله ومخاوف، هو ده انا عندي القلب يا دكتور؟ ولا انا هتجنن يا دكتور؟ ولا انا كده بموت وخلاص روحي هتطلع؟ ولا انا كده هفقد السيطره على نفسي ومش هقدر ابقى مسيطره على نفسي زي ما انا كنت perfectionistic وقادره افكر واتغلب على نفسي؟ قال لها طيب تعالي نعمل رسم قلب وهنعمل رسم مخ وهنعمل laboratory investigations CBC وليفر فانكشنز وكيدني فانكشنز وهنعمل برضو blood sugar والالكترولايتس and thyroid functions عشان نطمن عليك. الحاجة طلعت كلها سليمة، بس بالرغم من كده الدكتور بتاعي بتقول ان هو unable to find medical explanation for her symptoms which left Mrs. M feeling confused, stressed and angry. ازاي اللي انا بحساه ده كله ومفيش حاجه طالعه موجوده في الفحوصات او الاشعاعات او التحاليل، وبقالي 6 اشهر دلوقتي بيتكرر معايا الموضوع وعندي خوف وطول الوقت بيزيد الموضوع وبينقص بعد 10 ل 15 دقيقه، بمر بالضربات القلب والعرق والشيست بين والديسكمفورت اند شورتنس اوف بريث. At times Miss M worried that might die. هي زي ما بتسأل هي طول الوقت خايفة انها تموت وعندها مخاوف برضو طول الوقت ليكرر عندها الموضوع ده. Persistent worry about having another attack. ابتدت نتيجة مخاوفها دي تتابع زيارات واللي هي شارك احسن موضع وهي موجودة فيه ويجي لها another attack تبقى موجود. بقى عندها avoidance. والavoidance affecting the quality. عمل لها دي على مستوى السوشيال، على مستوى الwork performance، مستوى الmarital. جوزها بقى محبط ومتضايق لان هو عمال يلف بيها وعمال يشوف الفحوصات، وبالرغم من كده عندها irrational fear of the attacks، خايفه ليتكرر وبتعمل avoidance behavior. الدكاتره بعد لف وفحوصات حولوها على دكتور نفساني، قالوا لها لا انت ما عندكيش حاجه ومحتاجه تروحي تشوفي دكتور نفسي. ابتدت تحكي له قصه تاني، فابتدت بتقول ان القصه بتتكرر وبتتكرر عليها وبتحس الاعراض اللي هي بتجيلها و affecting day-to-day functioning و impairing her functioning and the quality of her functioning. مش بس السوشيال ولا بس الاوكيوبيشنال، ده تفكيرها كمان طول الوقت preoccupied لحسن يجيلي الموضوع، فانا قاعدة monitoring my body sensations لحسن الاتاكس دي تتكرر وتجيلي تاني، وعملالي طول الوقت anticipatory anxiety. فايه هو definition of panic attack؟ Panic attack is a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reaction when there is no real danger or apparent cause. Panic attacks can be very frightening. When panic attack occur, you might think you are losing control, having heart attack or even dying. في فرق يا جماعة ما بين حاجة اسمها panic attack و panic disorder. البانيك اتاك هي كلنا ممكن نكون مرينا بنوبات هلع، بس مش كلنا عندنا اضطراب الهلع. نوبات الهلع ممكن يبقى فيه تريجر وممكن ريال لايف سيتويشنز تؤدي الى زياده ضربات القلب والخوف اللي موجود وتنتهي، انما البانيك ديس اوردر اللي بيتقلب من اتاك لديس اوردر بيبقى بيتكرر، بيبقى هاندي كابنج، بيبقى فيها انكس، بيبقى فيها avoidance behavior. الابيديميولوجي بتاع البانيك ديس اوردر 12 month and lifetime prevalence
بيتراوح من 2.5-2.7% ل 4.7% في الايجز بين 15 up to 54. بيزيد النسبه اكتر فين؟ في البرايمري كير كلينكس، ممكن توصل ل 8%. والايج الايج اوف اونست الميديان بتاعه 24 سنه، ومور كومن ان فيميلز اكتر من الميلز. وكل ما بيكبر السن الانسيدنس بيعلى. طب الدي اس ام 5 ده اللي هو الدياجنوستيك كرايتيريا اللي احنا بنشخص عليها، بتقول ايه؟ ايه الاعراض بتاعتها؟ sense of impending doom and danger, fear of losing control or death, هفقد السيطرة عن نفسي أو أعصابي أو تحكمي في نفسي أو هموت. بيحصل معاها ضربات القلب بتبقى شديدة، وحاسس إن قلبي هيخرج مني ومعاها العرق، وجسمي بيترعش وركبي بتترعش وكرشة نفس وصدري طابق عليا، وممكن يبقى معاها flashes hot، وممكن يبقى بطني نتيجة السبازم اللي موجود وجعاني، وممكن يبقى عندي ميل للقيء أو ترجيح حتى vomiting وabdominal cramps وهيدك نتيجة التنشن الشديد، وبقى تنشن هيدك ولايت هيدنس ونامبنس أوف تينجلينج سنسيشن بتبقى في البريفرنس بتاعتي، وممكن أحس بديريالايزيشن أو ديبرسوناليزيشن اللي بتبقى موجودة كأني فاصل من الدنيا، لان انا ببقى منغمس جدا في حجم الخوف اللي موجود والاعراض اللي بتبقى موجوده. البانيك ديس اوردر معاها نوعين اخرين من الانكزايتي، واحد اسمه الانكزايتي ديس اوردر انسباتري انكزايتي، اللي هو طول الوقت انا مشغول وعندي مخاوف لا تجيلي نوبه اخرى وانا في المكان ده او انا قاعد دلوقتي. وبيشاركها نوع اخر من الانكزايتي ديس اوردرز اسمه الاجورافوبيا. الاجورافوبيا دي اللي هي الخوف من الاسواق او الاماكن الزحمه او اللي فيها ناس هيبقى غير مألوفي بالنسبه لي، فممكن يبقى مصحوب بده. فانا لو خرجت في مكان زحمه وحصل لي النوبه دي هيجرى لي ايه؟ محدش هيلحقني ولا حد هيتعرف عليا، فبعمل افويدنس. فدي بنسميها بانيك ديس اوردر وذ اجورافوبيا، او ما يبقاش فيه الاجورافوبيا وذاوت اجورافوبيا، انا خايف وعندي انتسيباتور انكزايتي بس بخرج وبروح وباجي. الناس اللي عندهم اجورافوبيا عاده ما بيخرجوش لوحدهم، بيفضلوا اتاتشد ولوكد داون في البيوت بتاعتهم لانهم خايف لو حسن يخرج يجيله الموضوع ده. الاسباب بتاعتها مفيش ديفينيت كوز، هي بايوسايكوسوشيال موديل از انذر سايكايتريك ديس اوردر. في جينيتك رولز، الناس اللي عندهم فاميلي هيستوري بيبقوا اعلى، في نيورو ترانسميتر امباكت، ودي بتبقى موجوده في على مستوى السيروتونين والنور ابنفرين والجابا سيستمز. في ميجور ستريسورز، ومن اكتر الحاجات الميجور ستريسورز اللي لقوها مربوطه بالبانيك ديس اوردر هي اوبجكت لوس، حد وفاه عزيز عليا، وبالاخص في اخر سنه من الحياه توفى، ممكن من الشهر اللي فات، ست اشهر فاتوا، السنه اللي فاتت، وده بيبقى perceived as stressor وبيفضل يتراكم الى ان يظهر الاتاكس. وده بيبقى في وجود شخصيه او temperament، سمات شخصيه لها استعداد vulnerable ومور sensitive to the perception of the stressors or negative emotions، اي مشاعر سلبيه او كروب او ضغوط بيأثر على ده وبيظهر الاعراض. طب ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تبقى موجوده؟ فاميلي هيستوري اوف بانيك اتاك او بانيك ديس اوردر، لما يكون في تاريخ عائلي ايجابي لبانيك اتاكس او ديس اوردر، ده بيزود احتماليه حدوث البانيك ديس اوردر. لو في ضغوط وكروب، تغير العمل، فقدان، ضغوط ماديه، ضغوط اجتماعيه، مرض حد، سفر حد، كل دي بتبقى كلها ضغوط الفرد بيتكيف معاها او مش هيقدر يتكيف معاها. It depends on his vulnerability and personality traits. A traumatic event such as sexual assault or serious accident، حد حصل له حادثة، حصل له اعتداء sexual، ممكن الحاجات دي تبقى موجودة. طلاق، اضافة بيبي والمسؤولية بتاعته، بعض المكيفات ممكن تزود الانسيدنس وريسك فاكتورز. الناس اللي بتشرب energy drinks
بتبقى عندها الريسك از ا ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف بانيك ديسوردر اند بانيك اتاكس، لانها بيبقى فيها هاي كافيين. سموكينج ممكن الناس اللي عندها سبستانس يوز، ومن اكتر الحاجات اللي موجوده الكانابينويدز والحاجات الامبيورتيز اللي بتبقى موجوده بتزود فيها بتزود الانسيدنس اند ريسك فاكتور فور ذا ديفلوبمنت اوف بانيك ديسوردر. ايه هي الكومبليكيشنز بتاعتها؟ لازم البانيك ديسوردر وانس دايجنوز لازم يتعالج، لان هو لو اتساب بيعطل حياه المريض، مش بس بيعطلها، ده يبقى بيزود الامراض والمشاكل اللي ممكن تحصل له. باول مشكله او كومبليكيشنز ممكن تحصل، يحصل له ديفلوبمنت اوف سبيسيفيك فوبيا، يدخل في مرض اخر، كان عنده مرض يبقى عنده مرضين، ممكن يبتدي يخاف يسوق يعمل افويدنس، ممكن يبتدي يخاف يعمل سوشيال انترفينشنز انتر اكشن، يبقى عنده سوشيال انكزايتي ديسوردر، فممكن ديفلوبمنت اوف سبيسيفيك فوبيا. طول الوقت عنده هيلث كونسيرنز اند فريكوينت كير، فطول الوقت ممكن يزور المستشفيات ويطمن على رسم القلب والقلب الاحسن تجي له النوبات، ويشوف ما عندوش حاجه استجدت، فبيستهلك فلوس ووقت ومجهود ويبقى عبء على النظام الصحي. بيتفادى الخروجات الجماعيه، يتفادى العزومات، يتفادى السوشيال انتر اكشنز اند جاذرينج. بيبقى الشغل بتاعه ممكن يتغيب، لحسن النهارده قايم مش مفوق عدل، فانا هتكلم اعتذر، انا مش هروح المدرسه، لحسن يجيلي النوبات في المدرسه وبيبقى منظري وخايف ويبدوني عند الدكتور بتاع المدرسه. ممكن يجيلي اضطرابات اخرى، اللي عنده بانيك ديس اوردر بيبقى مور فانربل فور ذا ديفلوبمنت اوف ديبرشن اند انكزايتي اند اذر سايكايتيك ديس اوردرز، ومنها ان ممكن بتزيد نسبه الانتحار سويسايد اند سويسايدال ثوتس، لان انا طول الوقت خايف ومش قادر اكونترول ماي فيرز، عشان كده طب ما اخلص بقى من اللي انا والرعب اللي انا موجود فيه. زي ما قالت الدكتوره حنان، الجنرالايز انكزايتي ديسوردر ساعات بيستخدموا الكحول بيكونترول الانكزايتي، فهنا ساعات الناس بتعمل سيلف ميديكيشنز، تبتدي تشرب الكحول بيهديها، ولكنها بتفلت منها الكنترول، بيبقى الكحول يوز ديسوردر او سبستنس ابيوز وسبستنس يوز ديسوردر، يبتدوا يتعاطوا ويندمجوا في المخدرات as a self medications. بيحصل عندهم financial problems، لان هو الميزانيه بتاعته ممكن تبقى موجهه علشان يصرف على الهيلث كير، او ما بينزلش الشغل بانتظام فبيتخصم منه ويتغيب، فبيحصل عنده financial problems، او جوزها يبقى زهقان منها او هي زهقانها من جوزها نتيجه ان هو بقى عطلان، فmarital problems and sexual problems نتيجه الانترست بيتغير في الارياس دي. فدي كومبليكيشن كتير قوي. طيب شخصنا ان هو عنده بانيك ديس اوردر، هنعالجها ازاي؟ زي اي حاجه احنا بنعالج في السايكايتري ديس اوردر بميديكيشن سايكوفارماكولوجي او سايكوثيرابيوتيك ميجرز. السايكوفارماكولوجي هنا لاينز اوف تريتمنت از انتي ديبرسنت. انتي ديبرسنت بتستخدم، ما هياش للديبرشن بس، بتستخدم في تريتمنت اوف انكزايتي ديس اوردرز، ومعاها بنزودايزبينز او الاثنين مع بعض. من ضمن الحاجات اللي بتستخدم الاس اس ار ايس، ودي كل الاساتذه الافاضل اللي قبليه شرحوها، والسيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتورز، والبنزودايزبينز لو هنستخدمها هنستخدمها لفتره قليله علشان الفيزيكال ديبندنس، هي بتوفركم الديلي اوف انست اوف انتي ديبرسنت، لان العيان هنا بيبقى عنده نوبات من الخوف الشديده، لازم اهديه بسرعه انه بيبقى تعبان وبيعاني، لازم حاجه بسرعه تافكت هيز complaints and worse، وبعدين عقبال ما onset of action of antidepressant يشتغل وgradually withdraw البنزودايزبينز واكمل على الانتيديبرسنت. take home messages، الدايلماز اللي ممكن تبقى موجوده unexplained somatic complaints. هنا شفنا البانيك ديس اوردر كلها اعراض جسديه، والاعراض الجسديه دي بتخلي الدكتور لما يبتدي يتشكك في حاجه لها عضويه، وعمال يعيد الفحوصات والتحاليل اللي ممكن تبقى موجوده، لان هو ممكن يتشكك ان عنده فيه كروموسايتوما، ممكن يبقى عنده ميترال فالف برولابس، ممكن يبقى عنده هايبوثايرويديزم او هايبرثايرويديزم، ممكن يبقى عنده دايابيتس هايبوغلايسيميا او هايبرغلايسيميا، ممكن يبقى عنده اتريال فايبريليشنز ممكن تبقى موجوده. ففي ممكن دي في كل دي في الحاجات الديفرنشال دايجنوزس اللي بتبقى موجوده، فالدكتور الفيزيشن بيتشكك طول ما في باوندنج هارتس وبالبيتيشن وتشست اوبريشن، بيشك فبيعيد الفحوصات وما بتطلعش فيها فايندنجز. ان اكسبلينز سوماتيك كومبلينز
duration of untreated panic disorder عقبال ما بيتحول للسايكايتريست to be treated بتاخد فترة. العيان ساعات بيرفض, لا انا ما عنديش حاجة عضوية, ما عنديش حاجة نفسية, ده ضربات قلبي وكرشة النفس. فممكن عقبال ما يقتنع ويروح يأكسبت ان هو for consultation بتاخد وقت برضو. الكومبليكيشنز اند ديسفانكشنز اللي بتبقى موجوده نتيجه الانتريتد بانيك ديس اوردر برده ممكن تدخل في التريتمنت. بدل ما يبقى عندي ديس اوردر واحد يبقى عندي اثنين. الكومبلاينس والتريتمنت, بعض العيانين يبتدوا يتحسنوا بعد شهر شهرين ثلاثه, يبتدي عايز يوقف الدواء ويروح موقفه ويحصل له ريلابس بطريقه عاليه قوي. واشكركم جدا. ثانك يو فور يور اتنشن. شكرا دكتور محمد نصر for an excellent presentation. افتكر احنا الاربعه خلصنا. لو في اي اسئله حضرتك تحب تسالوها questions and answers او في الشات نرد على حضراتكم. ودكتوره رانيا مره ثانيه نشكر حضرتك, شكرا جزيلا على مجهودك. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم الويبينار ده. شكرا جزيلا دكتور طارق والدكتوره حنان والدكتور هاني والدكتور محمد نصر, شكرا جزيلا على تعبكم وعلى الويبينار الهايل ده, وان شاء الله نتقابل في كونفرنسز ثانيه باذن الله. يا دكتوره رانيا على تعبك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتوره رانيا. شكرا دكتوره. في كام كويستشن اند شات كده لو تحبوا تجاوبوا عليه ادوس عليهم كده اشوفهم. في سؤال للدكتور محمد نصر بيسأل role of CBT in control of panic attacks. هو طبعا one of the important lines of treatment in على أساس ده هي apply الحد professional وحد trained في CBT. It's very important لأن هو بيبقى عندهم cognitive misconceptions إن أنا حموت, إن الأعراض دي بتبقى يبيض يسود سكيما, فدي من تبقى اللي هي السوماتوفورم او السوماتايزيشن والهايبوكوندرياسيس. ايه اهم فروق ما بينهم؟ تمام حضرتك. طيب النقطه هما الاثنين هنتكلم على اثنين من نفس العيله. العيله اللي هي مين؟ اللي هي العيان بيعبر بجسده. العيان ده هو لو جاي بيشتكي بأربع أوجاع في الجسم واثنين جي اي تي سيمتومز, واحد نيورولوجيكال واحد سيكشوال, ده بيجمع مجموعة أعراض جسدية فيبقى العيان ده هو سوماتيزيشن ديسوردر. جوه المجموعة العنوان نفسه كله اسمه سوماتوفورم ديسوردر. الأربعة دول والاثنين جي اي تي سيمتومز وواحد نيورولوجيكال واحد سكشوال بريزنتيشن, كل ده سوماتيزيشن. كل اللي جاي بيشتكي بيه أعراض عضوية جسدية متعددة. سليم نمسك بقى مين الهيبايد that he has أو she has a certain illness. أنا عندي مرض معين واسمه مرض توهم المرض. أيا كان المرض بقى, أنا عندي إيدز, أنا عندي كانسر, أنا عندي القلب, أنا عندي كذا, دي مختلفة خالص للدكتور الصديق العزيز اللي بيسأل عن إنه العيان يجي بيشتكي وطا والحياة الزوجية برضو مش مظبوطة وتنميل في ظهري تنميل في ايدي وتنميل في رجلي تشتكي وبيقول التنميل ده انا شاكك انه يكون كانسر في عمود الفقري وعمال يفحص الكانسر في عمود الفقري وموهوم ان عنده كانسر في الفيرتبرال كولوم وموهوم ان يبقى ده ساعتها مين ده هايبوكوندرايس. فهو اللي خلي انا معاك. وسؤال ذكي, هو لاين اوف ديماركيشن بينهم هي لغه ايه؟ لغه حوار ما بين الدكاتره وبعضهم وما بين الدكاتره والطلبه بتوعهم والريسيرش والتشخيص. لكن انت في الشغل بتاعك بتشتغل عادي خالص, يعني في العلاج المانجمنت بلان هي سواء ميديكيشنز او سايكوثيرابي او حاجات للستريسز او الستريسز اللي موجوده او حاجات موجهه للفاميلي بتاعه ايا كان من التشخيصين. دكتور محمد سؤال بيسال كان بالديجنوستيك او سسبكتنج ان دي بانيك اتاك, البالبيتيشن لوحديها لا, دي هتبقى تاكيكارديا.
لازم يبقى في فير مع البانيك اتاك في فير. نفس طبعا. الكلام the best anxiolytic use in panic. افتكر حضرتك قلت اوريدي ان SSRIs هو العلاج، انما البنزودايزيبينز بيبقى شورت يوز مش فتره طويله. في سؤال من الدكتور ياسر احمد بيقول what is the difference between panic attack and malingering patients؟ افتكر ده هنجاوب احنا الاثنين. جاوب احنا الاربعه. اتفضل تفضل دكتور محمد. المالينجرين بيشنت بيبقى هو اللي بيقلد الاعراض دي، هو بيدعيها، بيجي يقول انا عندي، وتيجي تفحصه ما تلاقيش فيه تاكيكارديا او ما تلاقيش فيه كرشه النفس اللي موجوده، وبيبقى عنده جين من الموضوع. مع التاني بيبقى عايز يخلص، انما ده مستمر في الشكوى عشان ياخد مكاسب، والمكاسب دي عاده بتبقى ليجل او ورك ابسنتيزم واتيفر اللي موجود. دكتور هاني. تمام يا دكتور طارق. ايه هو الدكتور محمد وضحها، يعني هو المالينجرينج يا دكتور ياسر، المالينجرينج ده مدعي حتى ما ينفعش نقول عليه ان هو ايه عيان، يعني هو مش مريض، هو ده مدعي. زي اشهر مثال ليها الولد اللي في الجيش اللي جاي بيعمل نفسه عنده كذا، وهو طب اعرفها برضو ازاي عشان اعرفها؟ لازم هيطلب من حضرتك مكسب وهو قاعد معاك في نفس السيشن، في نفس الجلسه. وبرضو هو انا معلش ما تزعلش مني، انا مستغرب سؤالك شويه، هو المالينجرينج ما يتفهم البانيك شعور الاحف يحتضر ويموت ولكنه لا يموت. المالينجرينج اكتر بقى انه فعلا المنطقه الثلاث مناطق اللي يلخبطوا مع المالينجرينج الفاكتيشيس هيستيريا، ده جاي عامل دراعه بيعرج، وده جاي عامل دراعه بيعرج، وده اتليه هفترض مثلا جدلا حقن نفسه مصر ريلاكسانت عشان يبين العضله اللي في دراعه مش شغاله، اللي العضله دي مش ده فاكتيشيس. طب حائن في نفسه الماده دهيت عشان يشل العضله دي لغايه ما يعدي الاختبار ده وياخد الحاجه اللي من الشغل عشان يفضل عيان ويفضل السكرول ده، ماشي يبقى تيشيس. طب ما الهيستيريكال هي ايه زي ما انا شرحتها وقلتها؟ لا دي حاجه تانية، راع نفسي جواها هي عايشه فبتعمله بريزنتيشن سواء موتور او سنسور. تمام. افتكر الاسئله خلصت كده. لو الدكتوره رانيا تحب تعمل راب اب وكلوجر تتفضل حضرتك. في حد سال على الشهادات، هل هنالك امكانيه لاستخراج شهادات حضور المؤتمر؟ ان شاء الله، هو بس بنبعت ايميل، الايميل بتاع اللجنه العلميه موجوده على الصفحه بتاعتنا، في الاسم زي ما هو مطلوب على الشهاده وجهه العمل. ومتشكرة جداً جداً للأساتذة الأفاضل، وإن شاء الله نراكم على خير قريباً بإذن الله. Thank you very much.